يخش بيها ويلعبها وقع في الارض ويقدر يحط جول، يقدر يحط جول، يقدر يحط جول وينهي الماتش، يقدر يحط جول. طويله لعبها جنب المرمى، الجول الاول للنادي الاهلي وبيمشي ولعب عليها حط جول. جول يا سلام، الجول الثالث للنادي الاهلي. اتلعب جامدة، حط جول، جول الجول الثاني للنادي الاهلي. اجوال جميلة جدا، مش قادر يصدق من الفرحة وبيجري بره الملعب للجماهير، مش معقول اجوال. حضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجمين من نجوم النادي الاهلي، الكابتن الكبير الكابتن شريف عبد الفضيل. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا ميدو، انا سعيد جدا بوجودي معاك النهارده طبعا كابتن معتز. انا بس بمشي رسمي في الاول كده معلش. طبعا والنجم ايضا، النجم الجميل، النجم يعني صاحب دم خفيف جدا معتزين، ومنور الدنيا يا كابتن. حبيبي يا ميدو، شرف ليا ان انا اكون موجود معاك طبعا ومع اخويا وعشره العمر الشريف طبعا. عارفين الحلقه موضوع القاء القمه، القمه 117. شايف القمة الأول ظروفها مختلفة إينو؟ بص، يمكن يعني يعني المباراة دي بالذات مختلفة زي ما أنت بتقول، وخصوصا عند الجمهور وعند الفريقين طبعا، عشان يعني الترتيب وفرق النقط بينهم طبعا قليل جدا. نادي الزمالك طبعا عايز يكسب عشان يكمل المسيرة بتاعته، النادي الأهلي عنده دافع كبير وماشي بشكل كويس في الفترة الأخيرة وعايز يحسم الدوري، وده الطبيعي بتاعه زي ما معود جمهوره عليه. فالمباراة هتبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه، نهائي مبكر. فأهم حاجة اللي احنا نشوف مباراة كويسة وطليق بالفرقتين، مش في مصر بس الناس بتتفرج عليها، بالعكس ده الوطن العربي كله بيتفرج. أكيد فرقتين كبار، أحسن فرقتين في أفريقيا، فاتمنى ان هي تكون مباراه ممتعه للجمهور، وطبعا في المقام الاول تطلع بدون اصابات، ده اهم حاجه. اكيد اكيد. شريف برضو في نفس السياق، الجماهير شايفه القمه دي مختلفه، تفتكر شايفاها مختلفه ليه؟ لا انا الاول بهني طبعا الجماهير المصريه على متعه الدوري السنه دي بصراحه، في متعه، في منافسه شريفه، في منافس جديد بيراميدز دخل في النادي الاهلي بينافس بقوه. نادي الزمالك عامل موسم اكثر من رائع، الموسم ده ادى بشكل كويس جدا. النادي الاهلي كان بعيد جدا، طبيعي بتاع النادي الاهلي طبعا بسبب المؤجلات والماتشات والبطولات الكتيره اللي بيشارك فيها، من البطوله العربيه للافريقيه لدوري مصري لكاس مصر، كل البطولات دي النادي الاهلي كان بيشارك فيها، كان بعيد جدا بسبب المباريات المؤجله. النادي الاهلي لعب كل مباريات المؤجله والحمد لله كان تقريبا خدها زي القطار ما بيقولوا، الحمد لله خد كل المباريات بشكل كويس وقدر ان هو يحقق المكاسب كلها فيها، معظم المباريات بشكل كويس جدا. النادي الاهلي فاضل له مباراه واحده تفصله عن اعتلاء قمه الدوري العام، ودي المتعه الحقيقيه في الدوري، ان انت بتستنى اللحظات ان تلاقي منافس قوي. دايما المنافس بتاع النادي الاهلي هو نادي الزمالك، موجود دايما في المنافسه لان هو النادي البطل اللي دايما موجود مع النادي الاسماعيلي وبيراميدز القادم بقوه بشكل كويس، والنادي المصري بيأدي بشكل كويس. معظم انديه الصراحه يعني كابتن عبد الجليل عامل ماتشات رائعه مع المباريات رائعه ممتاز، مدرب على اعلى مستوى منذ توليه الاداره الفنيه النادي المصري وهو بيقدم بشكل كويس جدا، فدي متعه حقيقيه للدوري. انا يعني بهني الشعب الجماهير المصريه كلها بصراحه، الموسم ده بصراحه في متعه كره القدم والمنافسه الشريفه اللي موجوده. اكيد انه في الانترو قلت ان مقوله الاهلي جاي من بعيد دي مش شايفها صحيحه، لان الاهلي كان عنده مؤجلات كتير جدا، وانت عارف بقى الناس بقى بتتصيد اخطاء بيصور الاهلي في المركز الاخير والاهلي عنده 12 مباراه مؤجله. شايف ان هو فعلا الاهلي جه من بعيد، ولا الاهلي لعب ماتشاته والدوري كان ماشي باستثناء المؤجلات؟ هو زي ما انت بتتكلم كده، الناس كانت شايفه عشان الاهلي من بعيد يعني عدد النقط بتاعته قليل جدا، لكن الناس لازم تبقى عارفه اللي هو عنده ماتشات. لما لعب المباريات بتاعته كل المؤجلات وكسبها بشكل كويس، فده الطبيعي بتاعه، فاهم؟ هو لو كان لعب كده من الاول
كان اعتقد ان الوضع هيختلف تماما. بس هو حظه طبعا عشان كان كذا بطوله وافريقيا بطوله عربيه وافريقيا، فالحاجات دي كلها كانت بتاخره. لكن لما ركز في الدوري ولعب مشي بشكل كويس، وده الطبيعي بتاعه، يعني ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي في الترتيب. زي ما الشريف قال، يمكن المباراه دي اللي فاضله للنادي الاهلي دي اعتقد اللي هي هتفرق معاه بشكل كبير جدا. ولو كسب ان شاء الله يوم السبت، يمكن زي ما انا قلت قبل كده وكنا لسه بنتكلم قبل الهوا، اللي طول عمر النادي الاهلي معود جماهيره طالما بيركب اول بلغه الكوره يعني ما بينزلش تاني. ده في وجهه نظري يعني، والناس كلها عارفه كده. طالما الاهلي يعني اعتلى صداره الدوري، اعتقد ان هو مش هينزل تاني ومش هيفرط فيها. دي حقيقه. يعني بيبو بارد لنا مباراه 6-1. سخنت الحلقه بيبو كده بسرعه. ماشي. شريف، انت قلت دلوقتي ان في فرق عملت للدوري طعم زي بيراميدز مثلا، لكن تفتكر الظروف الماديه اللي حصلت السنه دي، الطفره الماديه في اصحاب اللاعبين اللي احنا كلنا قاعدين مستغربين، فلوس كتير جدا جدا، وفلوس مش دليل على قيمه حقيقيه، مع احترامي طبعا ده حقيقي كل اللعيبه، بعد النادي الاسماعيلي، بعد انبي، بعد بتروجيت، بعد كل الفرق اللي كانت عامله للدوري فعلا طعم بقى بجمهور، هل ده عامل مؤثر ان ظهر فرق عملت للدوري شكل؟ بص يا ميدو، احنا ممكن نتكلم بشكل تاني. مثلا يمكن احنا عندنا الاستثمار الرياضي في مصر، احنا اول تقريبا مستثمر خارجي يستثمر فلوسه داخل مصر. انما بيبالغ طبعا بالمبالغ الماليه كتيره قوي بيتكلم فيها. لعيبه دفعت مبالغ كبيره قوي فيها. احنا ما كناش حابين طبعا المبالغ توصل ده، لان انت بقيت صعب على الانديه الجماهيريه الثانيه يعني محدوده الدخل وما عندهاش موارد. بالظبط، الانديه الشعبيه بدات تتاثر بشكل كبير وبالسلب، لما اللعيبه كلها بدات تبص عينه للمبالغ اللي بتدفع في الانديه اللي هي اللي فيها المستثمر، بدا يبقى في خلل اداري في الفريق ككل، كمنظومه، في فشل في ان انت هتدير المنظومه ازاي دلوقتي لكثره المبالغ الماديه اللي موجوده طبعا. في المقابل عينه ان النادي الاهلي بدا يتصرف، لان احنا لو بصينا النادي الاهلي كان فيه عجز كبير قوي، وقدر الحمد لله في وقت قليل جدا ان الحمد لله يتم اعلى صفقات في وقت قليل جدا، لانه في وقت زمني قليل جدا، حوالي شهر بالظبط، كان جايب اعلى صفقه تقريبا. بتكلم حسين الشحات، مروان صبحي، انت بتجيب لعيب من الدوري الانجليزي، ما تحسبوش ان انت لعيب عندك، انت جايب لعيب اعاره من الدوري الانجليزي، تحسب كده طبعا، ما لكش دعوه ان رمضان ده كان موجود هنا قبل كده، لا. فدي طبعا وياسر ابراهيم، وعندك محمد محمود لاعب وادي دجله، وعندك وجيراردو، وعندك كمان لاعب المقصه الباك ليفت محمود وحيد. كل دي لا صفقات تمت في اقل من شهر. انت بتتكلم هنا بقى حته الاداره بيبقى ليها دور كبير قوي في النقطه دي، ان انت بتدير الامور ازاي. النادي الاهلي لما تم ان هو لعب ينو في كل البطولات دي ورا بعض، فتمت كم الاصابات للعيبه اللي ورا بعض دي. طبعا الاصابات دي كلها برضو يا ميدو، احنا مش عايزين نخش في كذا حاجه. الاصابات دي انا يعني اتضايقت قوي ان في لوم كتير قوي على الدكتور في النادي. الدكتور ايه دخله ويني؟ انا كنت بلعب وبتصاب وماله الدكتور؟ احنا اتكلمنا، انا كنت فعلا مؤيد لرايك. بالظبط كده، الدكتور مالوش دخل في قصه الاصابات دي، كلها حاجات قدريه، كلها بتبقى حاجات مثلا بيشخص وبيسلم. بالظبط كده. انت عندك كمان يعني ايه نقط الاصابات او ايه سبب الاصابات؟ بيبقى عواملها كتيره قوي يا ميدو، ممكن لو اتكلمنا فيها هنشرح فيها، هنخوض في حاجات كتيره قوي يعني. انما طبعا حصل اصابات كتيره، فاضطرت الاداره انها تلجا للعيبه البدلاء على نفس المستوى واعلى كمان. دايما النادي الاهلي معودنا ان البديل بنفس كفاءه الموجود في الملعب. فالحمد لله الاداره طبعا تحسب للاداره اكيد الامور دي بشكل كويس قوي، وكمان السرعه وتلبيه طلبات الفريق، والحمد لله يمكن لاسارتي جه الراجل عمل طفره موجوده بشكل كويس قوي. هنتكلم عليه وهنتكلم على اللعيبه، كل الحاجات دي تمت في وقت قليل جدا. قبل ما اروح لإينو وهساله برضو في نفس السؤال اللي هساله لك، ارتباطك بالاسماعيلي وارتباطك بجماهير الاسماعيليه وفي نفس الوقت حبك الشديد للنادي الاهلي، كنت شايف ان انتقالك النادي الاهلي ده ايه دوافعه؟ وايه اللي كان مخليك يعني متمسك بقرارك لانتقال النادي الاهلي؟
ميدو الانتقال للنادي الاهلي ده جه بعد اصرار شديد، يمكن انا طبعا معظم الناس عارفه تجربتي مع قصتي مع نادي الزمالك. انا كابتن سيد بزوكا النجم الاسماعيلي بالظبط، يمكن كان قاعد اتكلم عليك تحديدا. اه بالظبط، ان شريف هو الوحيد اللي قال يا جماعه انا يا اما اروح الاهلي يا اما ابطل كوره. ده حقيقي، انا قلت لهم انا هروح الاهلي هقعد في البيت، انا جاي نادي تاني. عشان تقدر تطلع تخرج من النادي الاسماعيلي وانت سايب بصمه اصلا هناك. الناس ممكن تكون بتحبك اينوف، بس في نفس الوقت انت لو مشيت فانت عدو. فاحنا الكوره عايزينها دايما نوصل للجمهور، لازم يبقى في فكره الاحترافيه، الثقافه، لازم يبقى الحته دي تسود المجال الرياضي بشكل كويس، لازم احنا كاعلام نقدر نوصل ده بعد كده ان شاء الله للجماهير المصريه عشان نمنع حته توتر شويه. الناس لازم تفهم يعني ايه احترافيه، يعني ايه انتماء. بالظبط، انت قاعد منتمي للنادي الاسماعيلي وانت اساسا عايز تروح مكان تاني، فانتمائك مش هيبقى. انا خلاص يا ميدو، انا اشتغلت في النادي الاسماعيلي ده قل عن 9 سنوات اينو في الاول، والحمد لله عملت معاهم كل نهائي بوصل وما بنحققش البطوله، يبقى في خلاص في نقطه هنا ستوب بقى، لازم ابدا حياه احترافيه جديده. لعيب الكوره كده، لعيب الكوره عايز بطولات، عايز جديد. لازم انت عندك دانيال الفز في لعيب برشلونه الباك رايت، عمال ينتقل من نادي لنادي بيدور على جديد، خد كل حاجه مع برشلونه وقال لك لا هجرب في نادي تاني. بالظبط، كريستيانو نفس الكلام. بالظبط، انا بكلمك عن لعيب كان عامل مع برشلونه، معلش يعني جابها، عامل ليه دور كبير قوي في الفريق، في طريقه اللعب، في التكتيك في الملعب، مره واحده ياخد القرار انه يروح فرقه ثانيه. ده الفكر الاحترافي اللي بتكلم عنه. هو طبعا فتره انتقال للنادي الحمد لله للنادي الاهلي كانت نبع من جوايا بشكل كويس قوي، ان انا عايز اروح النادي الاهلي، وصممت على قراري دوت طبعا. وحصلت بعد كده ايه القصه الطويله بتاعتي اللي الناس كلها عارفاها، ان انا دخلت نادي اخويا دخل نادي الزمالك قعد فتره طويله، وانا صممت على قراري. مجلس اداره بالجمهور في النادي الاسماعيلي كانوا رافضين تماما فكره ان انت تروح للنادي الاهلي، انا صممت على قراري والحمد لله، يمكن عمري ما ندمت لحظه على القرار دوت. احنا مش عشان متواجدين جوه قناه النادي الاهلي بنقول ده، انا الحمد لله قلت الكلام ده في كل القنوات اللي رحتها. ده انا عارفك صريح، ما اصل دي حاجات مش هنخبيها يعني، ما فيهاش مشكله خالص، وانتهت والحمد لله كانت رغبه والحمد لله وتمت بشكل كويس. والناس عارفه نادي الزمالك على فكره نادي كبير ونادي وجماهيره طبعا، نادي الاسماعيلي نادي كبير ومحترم، ونادي الزمالك اي حد يتمنى ان هو يكون متواجد في نادي كبير وعريق نادي الزمالك. الحمد لله يمكن الامور تمت بشكل كويس. بيبو بيسخنك بس بيبو خلي بالك كمان، احنا مخرجنا بيبو كمان خلي بالك بقى لعيب. خلي بالك بقى ميدو، الماتش ده كان في طبعا ده كان كاس مصر، كنا مغلوبين 1-0 في الدقيقه الاولى، دخل فينا جون بدري جدا، كنا انا الحمد لله ساهمت في ال3 اهداف اللي جم في الماتش ده. هنشوفهم ساهمت فيهم بشكل كويس يعني. هنشوفهم. هو حط لعب واحد وحش اللي هو شريف حط، وانا حط لعب واحد عبد الواحد، انا حط فيه برضه جون برضه. الواحد معلش بقى عبد يعني جاي عليك النهارده. عبد الواحد حبيبنا يا عم، اخ كبير لينا يعني. يعني في نفس السياق اينو برضه، قصه انتقالك من الزمالك للاهلي، وكان اول مباراه كانت قمه بين الفريقين، برضه جبت جول برضه كواليس انتقالك، الحاجات اللي مع اللي الناس مش عارفاها. يعني انا موضوعي انا بالذات مصر كلها كانت عارفاه، يعني اللي جرى معايا في نادي الزمالك وكده. ويمكن زي ما شريف قال، احنا ده اللي ناقصنا في مصر، اللي انت ما عندكش حته الوعي الاحترافي الفكر. احنا كلنا بنشوف بره في اوروبا اللعيب، وشريف عارف، اللي انت لما مع اخر مباراه ليه ورايح النادي برضو المنافس، الناس برضو مع اخر مباراه بتسقف له وبتحتفل بيه، بيبقى ماشي حتى بشكل كويس يا شريف. اه طبعا. احنا هنا ما عندناش، انت هنا بقى بيتقال عليك خاين، وبيتقال عليك جاسوس وانت ماشي، وبيتقال عليك بقى خد بقى من ده كتير. الموضوع صعب شويه، لازم زي ما الشريف قال، لازم يبقى عندنا الثقافه. عندنا ماشي في كل حته في تعصب وبين الجمهورين، وانت رايح النادي المنافس فيقول لك روح اي حته ثانيه، بس مثلا ما تروحش مثلا الاهلي، ده المنافس بتاع نادي الزمالك والناس كلها عارفه كده. بس خلاص انت خدت قرار ومضيت وكده، خلاص زي ما الشريف قال، عايز اشوف حياه جديده، عايز اشوف بطولات، عايز احقق حاجات في دماغي، دافع جديد، دافع جديد وتشوف دنيا جديده. فهو انت اصلا اهلاوي، يعني انت انتماءاتك من جواك اهلاويه، اهلاوي مش معنى بلعب في نادي معين، انا طبعا انا بدي للنادي كل حاجه، لكن انا من جوايا كمان لما تجيلي فرصه اروح نادي انا بعشقه لازم وبعدين عليه انت زي رايح شريف عام. وبعدين انت رايح يعني شريف، لما برضو موضوع يشبه لموضوعي برضو، اخوه راح الزمالك، انا برضو صممت على النادي الاهلي. هو الجول اللي انت قاعد تقول لي هيجيبوا لي الجول ولا اسيب الاستوديو امشي الجول بس. لو ما كانش جاوب على فكره كنت هسيب الاستوديو. فالواحد كان عايز يشوف حياه جديده ويشوف بطولات ويعمل تاريخ لاسمه جديد، عشان الواحد لما بيبطل زي دلوقتي كده، ما هي الكوره انت مش بتلعب طول العمر،
لا انت بتيجي عند مرحله معينه وبتبطل، فالحاجات دي بتبقى كويسه ليك ولاولادك والناس بتفتكرك بيها في السي في بتاعك أكيد. فانت بتبقى عايز تعمل كل حاجه. فانا لما صممت وخدت قرار ان انا رايح النادي الاهلي، لا انا رايح احسن نادي في افريقيا، يعني انا رايح احسن نادي في افريقيا، فبالطبع وبالتالي لازم اكون فعلا مصمم، وخصوصا كمان لما النادي الاهلي هو اللي بيصمم، يعني بيبقى مصمم اللي هو يتعاقد معاك، فده بيديك دافع اكتر اللي انا مطلوب في النادي ده. بس انتوا عارفين يعني كلامنا بنلخصه ان الاهلي فعلا هو نادي تاريخ، كله بيروح له عشان يعمل تاريخ، عشان يعمل اسم. حتى الكابتن سيد بازوكا لما كان معايا قلت له لو قلت لك اختار ثلاث لعيبه من النادي الاهلي توديهم نادي الاسماعيلي، قال لي اي لعيبه يسيب النادي الاهلي هناخده، قال لي ده بيرضعهم بطولات. اه والله انا اول 90 دقيقه ليا بعد ما جيت من الزمالك، اول 90 دقيقه يا شريف كان مباراه السوبر، خدت بطوله. يعني انت اول ماتش تلعبه في النادي الاهلي ببطوله. انا اول ماتش في الاهلي كان ببطوله، ما هو السوبر. عد بقى أفريقيا. عد بقى الحمد لله كله كان بطولات. الحمد لله، يعني الواحد الحمد لله انا واخد 14 ولا 15 بطوله في الخمس سنين اللي لعبتهم، فانجاز كويس الحمد لله. شريف اقل حاجه برضو كام بطوله شريف؟ 13 بطوله. بس انا انتوا في 7 سنه اثرت معايا حاجه، انا في سنه 5 ايام الثوره. لا انت السنه بتاعتك دي اللي خدت فيها كلها، كان نايس لو كنت بتلعب دوره رمضانيه كنت خدتها. لا حقيقي كان الفتره دي بصراحه كانوا مع مستر مانويل، كنت يعني كان التوب في افريقيا كلها بصراحه. ما كان اينو حضر الفتره دي برضه؟ ايوه انا كنت موجود برضه. هات لنا الاجوان بقى كده اينو كده بيبو، هات لنا الاجوان بتاعت شريف. بيبو بصراحه ما كانش على النهارده الفاول عشان نشوف شريف كان بيفكر في ايه. واحكي لنا كده، عايز بيبو يجيب لنا ماتش الجيش. انا جبت جول وانت جبت جول. اه صحيح، كسبنا 4-2 وانا جبت جول. الماتش الجيش ده كان تاني ماتش ليا في النادي. انتوا بجد ماتش؟ اه نادي. انا جبت جول وشريف جاب جول في نفس الماتش. كنت لسه جاي، انا لعبت ماتش شورت. بيبو هيجيب لك كل حاجه، بيبو هيجيب لنا كل حاجه. لكن الفاول تحديدا يا شريف، الفاول ده طريقه اساسا التكنيك يا ميدو. انا كنت بتفرج كتير قوي على كريستيانو رونالدو اينو، لو تفكر كان اينو في الفتره دي كان معايا، كنت كل كوره لازم انا اقعد اشوط. لا ما شويت، لا ده اينو ما تفعلش، ما اعرفش اعمل حاجه هاجي جنبك ايه انت. فالفاول ده حتى لو تلاحظ ان ابو تريكه كان عايز يشوطها، قال لي لا ده بعيده قوي، انا عايز اعملها يرفعها يرفعها ببطن رجله. قلت له سيبها لي، امال انا. فلو تلاحظ حتى ده ملخص كله. لا ده الجون، ده الجون الثاني. تمام. شريف لما بيشوط يا ميدو يعني هو زي ما بيقول كده نفس تكنيك معين. اه لا وعلى نفس تحس ستايل كريستيانو. يعني انا مثلا لما بشوط وش رجلي كده، شريف بيشوطها كده فاهم؟ يعني شريف ليه ستايل معين وهو بيشوطها. انا كميدو، انا كمان يمكن انا في ناس بتقول لي انت ما شوطتش ليه تاني بقى؟ انا شوطت كتير جدا، بس دايما الجوان بقت مركزه معايا قوي، وشوط على فكره فاولات كتيره جدا، اذا كان في الترجي ولا في ماتشات كتيره في الدوري، ويعني الحمد لله كنت شايط عامل ماتشات كويسه قوي في الفتره دي. ده الماتش ده بتاع ماتش الزمالك. لا لا ما هو ده الزمالك، ده كاس مصر، ده ماتش تاني. ده ماتش تاني. هات لنا، حاول تجيب لنا الاجوان اهو. ده الفاول. يلا بص، ابو تريكه هو اللي قعد من على الحيطه. تمام. قبليها بقى كان هو عايز يشوطها، هو اللي كان عايز يشوطها. بس بعيد على بعيد قوي. بعيد قوي. بس هي رايحه ايه؟ يعني انت كنت عندك احساس كام في المية انت تجيبها جول؟ لو بصيت على الوقفه بتاعتها على التكنيك كام في المية كنت حاسس؟ خلي بالك شريف ما رجعش ورا. لا انا ما تعذبتش عليها. شريف ما رجعش ورا، انا شفتهم دلوقتي ثلاث خطوات. لا ماشي، انا الثلاث خطوات دول بس انا رايح واقف عند الكوره اينو، مش متعذب. ايوه ما انا فاهم، خدت بالك؟ انا وجهت بس. انت فاكر كان بعد التمرين على طول مستر مانو كان ياخدنا الناس اللي بتشوط، كنت انا وشريف وعبد الله السعيد واحمد فتحي، دول الاربعه اللي كانوا دايما يشوطوا. كنت حاسس كام في المية انت تجيب الكوره دي جول؟ لا دي كانت 60 مثلا. طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى انها بتيجي. طبعا كل جوان خلي بالك بتبقى توفيق كتير من ربنا، انما طول ما انت بتتمرن على حاجه سهل تجيبها، يعني لو جات لك مره واحده في الماتش هتجيبها. بس جون فعلا. خلي بالك انا في واحده برضه بعديها رحت جاي معدي من 2 وشويط، بس دي كانت رايحه طبعا عند فين؟ عند الاوت. راح جايه ابو تريكه لحقها بدماغه. عملها معاك برضه في ماتش المنصوره، في ماتش سموحه. سموحه ولا المنصوره؟ والمنصوره صح كده؟ مره بشوط كده كانت رايحه جنيه، راح عند الرايه ابو تريكه حط دماغه. انت عارف ابو تريكه بركه. لا خلي بالك هو عنده ابو تريكه حط دماغه، راحت مغيره اتجاهها ودخلت في الجول. ده كذا مره يعملها ماتش المنصوره برضو. لا بشوط كذا مره يبقى مش بركه بقى. هو لا بركة مش بركه. لا هو ابو تريكه طبعا شخصيه محترمه جدا. احنا هنتكلم عليه، ممكن نتكلم. هو عنده احساسه عالي قوي بالمكان. في مره برضو في ماتش المنصوره شريف بشوط، الماتش اللي انت بقول لك بشوط الكوره راحت راحه كده، راح موقفها راح حطها جول. الناس قالت لك اينو عمل ثرو، ما يعرفوش اللي هي قالشه اللي احنا بنقول دلوقتي.
إنو خلينا برضو في موضوع الجول اللي جبته برضو نفس جول شريف بس ده التكنيك عالي قوي عملها كان قصدها قصدها شكله قصدها ولا كان برضو لا هي ما نزلتش يعني بيبو هيجيبها لنا بس هو إنو هو عنده تكتيك قوي يعني دايما التكنيك بتاعه عالي حتى في التمرين كان بيعملها ده اللي شريف شاطها وجت دي بقى اللي انا عديت بيها لا ده بيبو عامل شغل قوي معانا لا بيبو بقول لك بيبو من امبارح مظبط بيبو انت متمكن اي خدمه بيبو بص انا الكره دي ايوه بص بص هي كانت رايحه فين بص رايحه هناك هي كانت رايحه وكان شريف مباص للرايه تعاود تعاود ايه مش كورنر ضربه مرمى بس بقول لك دي صعبه قوي على ابو تريكه صعبه صعبه قوي ده بص طلع منين بص بص عينه على الكره ازاي والتحرك بتاعه برضه ابو واحد عبد الواحد معلش يا عبد انت حبيبنا ده كابتن عبد الواحد معلش احنا اسفين انت اخويا الكبير وكل حاجه لينا بس ثم في الاحترام شخصيه محترمه طبعا جدا شخصيه جميله جدا جدا هات لنا بقى الجول بتاعه اللي هو كان هيسيب الاستوديو عشانه ده صعب قوي يا تريك ما بص شوف جاري مع الكوره وباصص عليها ازاي وحاطط دماغه فيها صعب قوي عبد الواحد مش مصدق اساسا ان عبد الواحد كان رايح يجيبها من الاول الماتش ده خلي بالك انا كنت بلعب بكرايه ماتش الزمالك ده كنت بتلعب بكرايت انا فاكر انا في ماتشات كتيره بكرايت وبكليفت انا فاكر نهائيات دايما خد نهائيات افريقيا قبل نهائي كلها بكرايت نهائي كاس نهائي بكرايت يا بكليفت بس انت موجود انت ما شاء الله هشيل انه برضه نفس الكلام ده الجول اهو انت واقف مستني الكوره متوقعه انا عارف اللي هي اصل انا لو كنت وقفتها ما ينفعش لو كنت وقفتها كان هيطلع واحد يضغط عليك فهي لازم انت كنت عايز تعمل ايه بعد انا كنت عايز اطلع بره الاستاد ده كان ايه بعد اصل انا عايز اقول لك على حاجه انا من اول ما نزلت الماتش ده انا كنت راجع من اصابه وما كنتش بلعب انا نزلت في اخر مش عارف 5 دقايق ولا 10 دقايق مستر مانويل نزلني اخر 10 دقايق اه بس انا عايز اقول لك ان انا اول ما نزلت كنت طبعا بقول لك في الدقيقه 82 الجول كنت بتشتم جامد جدا من جمهور نادي الزمالك فانت عارف ده يعني احسن مردود اللي انت ترد بكده وجون حلو وجون مكسب وخلي بالك ده ماتش سوبر دي بطوله فانت لما تجيب اللي بيجيب جون في ماتش قمه بيبقى حاجه كبيره وذاكره مع الناس دايما ما بالك بقى انت ماتش بطوله وسوبر ومردود كويس اللي انت بترد وبتقول لا انا اهو عشان انا كنت مضغوط جامد جدا الفتره دي انت طلعت كل ضغطتك في الكوره فانا لما عارف كنت جاري فين بجد والله عايز اعرف انا كنت بجري ومش عارف من الفرحه بتاعه الجول شفت رايح فين واحد سيد اساسا احمد السيد هو عايز يمسكني وبركات ده برضو كان مضغوط الفتره دي انت فاكر ان احنا رحنا المنتخب الاولمبي مع كابتن مجدي طلبة رحنا الجزائر كان بيختار 3 لعيبه فوق السن خدني انا واينو محمد ابراهيم محمد ابراهيم الزمالك وكان معانا منتخب كويس جدا محمد ابراهيم بتاع الجيت بتاع المقصه فاكره طبعا ده لعب معايا كان هيجيب عمرو زكي ساعتها تقريبا وهو عايز قال لا انا عايز محمد ابراهيم ساعتها الفتره دي كانت صعبه جدا انا بالنسبه لي انا كانت صعبه جدا عشان كنت بقى ايه لانه كان بعيد جاي من الزمالك للاهلي والفتره دي ما كنتش بلعب في الزمالك خالص عارف بقى خلاص عرفوا النقطه اللي شريف كان بيقول عليها الوعي الاحتراف اللي انت خلاص ده الراجل ده ماشي من النادي لا اركنه بقى خليه في الثلاجه بقى عشان نضيع عليه بقى مستواه لدرجه ان انا صفروني كان في ماتش في افريقيا عشان عارفين ان انا خلاص ماشي ضيعوا عليا اللي انا لما اروح الاهلي ما العبش في افريقيا صفروني ونزلوني في اخر ما فيش دقيقه عشان انت عارف طالما شاركت في افريقيا ما ينفعش تشارك الناحيه الثانيه بس ومع ذلك شاركت وكل حاجه فالفتره دي كانت صعبه جدا لما المنتخب بقى اختارني رحت انا وشريف ومحمد دي كانت يعني زي تجهيز عشان النادي الاهلي خلي بالكم برضو عشان ابقى يعني حيادي جدا انا كنادي لما يكون عندي لعيبه بحجم شريف عبد الفضيل ومعتز اينو انا برضو لازم اعمل معاهم كل المحاولات للاخر عشان نبقى برضو منصفين قوي يعني انا كنادي الزمالك انا اسماعيلي عندي شريف عبد الفضيل يعني طب انا اللي اديه النادي ده لو كنا صغيرين كمان فيقول لك ايه ده يديني 10 سنين اعمل معاه كل المحاولات لغايه لما يقول لي خلاص زي ما انت قلت كده يا اما هروح يا اما اقعد في البيت ما يا ميدو انت لو بصيت للموضوع احنا الحمد لله يمكن انا لما تم انتقالي في الدفع 8 مليون ونص وعليهم احمد صديق كان برضو راح عدى موسم روعه مع النادي الاسماعيلي في الوقت ده دفع يعني النادي الاسماعيلي استفاد ماديا خلي بالك ما انت مجلس اداره مش هيوافق الا لما بيتعوض ماديا بشكل كويس وبعدين كان في ازمه كالعاده انت عارف الانديه الجماهيريه معظمها ما بيبقاش فيه موارد دايما الانديه الجماهيريه مظلومه في الحته دي ما عندهاش موارد كتير فكان محتاجين فلوس النادي فعلا ما كانش فيه حد كان بيدعمك يا شريف في قرارك لا يمكن يعني طبعا كل الناس اللي في النادي اكتر حد كان مديك باور انا كان جوايا انا اولا نمره واحد انا كنت خلاص خدت القرار ان انا ما ينفعش افضل تاني في نادي اسماعيلي نادي اسماعيلي برضو
بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه فضل كبير جدا عليا. انا بحترم كل الناس اللي هناك وجماهيره، جماهير عظيمه. نادي الاسماعيلي نادي كبير ونادي عريق، اي حد يتمنى ان هو يكون متواجد في النادي الاسماعيلي. ودايما انا ميدو بس يعني دايما يعني بشكر النادي الاسماعيلي في كل لقاء بعمله في اي حته. جميله. لان ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا. بالظبط. لان دايما خلي بالك، ما ده برضو نقطه بتضايق، ان انا دايما بيتقال ان انا ما بجيبش سيره نادي الاسماعيلي. محمد بركات لما بيطلع في اي حته بيجيب سيره نادي الاسماعيلي، سيد معوض بيجيب سيره نادي الاسماعيلي، احمد فتحي، مدن نحاس، كم الشاطر، انت لما كنت بتلعب في لعيبه محترمه. الحمد لله دايما محترم ما ينساش الفضل ابدا. بالظبط كده. فدايما لازم حته تعميده، معلش الجمهور لازم يفهم ان احنا يا جماعه دايما بعد ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ليك فضل، المكان ليه فضل عليك، فبنقوله دايما. بالزبط. احنا ما بننكرش كده ابدا، فلازم الجمهور يفهم ان احنا بنقول ده، لان احنا دايما ميدو بيتم لينا النقد ان احنا ما بنقولش ده، لا احنا بنقول دايما. فدايما حته التعصب الموجوده دي عايزين نلغيها، عايزين نعرف مين اللي بيوصل للناس النقطه دي. فاتمنى ان شاء الله ان الناس تفهم. اسمع حوار الكابتن سيد بزوك، هو راجل جميل، لا راجل لا محترم، اتكلم بصراحه، اتكلم في حاجات لغى افكار كتير جدا كانت متورثه في الجماهير. الجماهير هناك يا ميدو حته مثلا ان النادي الاهلي ما استضافناش يوم سنه الحروب والكلام ده، النادي الاهلي استضاف النادي الاسماعيلي. قال كده هو انا عارف التاريخ كله. بالزبط. التاريخ بالزبط. كله عندي، فانا عارف ان الكابتن سيد اكيد هيقول ان هو عاصر ده، لان ده من الجيل اللي كان بالزبط. موجود والنادي الاهلي استضافه. ففعلا نادي الزمالك استضافه، النادي الاهلي استضافه. انا اقول لك على حاجه بقى، اقول لك على حاجه ده اينو الناس لو فهم، لو وصل لها ده، الجماهير اللي طالعه، الاجيال اللي طالعه، لو فهمت ده خلي بالك هتشيل حاجات كتيره قوي من الضغينه اللي موجوده. انا قبل الهوا اول مره اقولها يعني قبل الهوا قلت لك يا كابتن سيد انت مش هتزعل ان الجماهير تقول كده، مش هتزعل من جماهير الاسماعيلي تقول كده. قال لي بالعكس، الناس تفرح، بالعكس الجمهور يفرح. انا عايز اشيل الحاجات المفاهيم المغلوطه بين الجماهير، الاهلي والاسماعيلي، والاسماعيلي جه والاهلي ما استقبلوش. قال لي ده انا كنت بروح كانه بيتي واكتر كمان. ده حقيقي. يعني هي الناس لازم تفهم كده ميدو، ان معلش الجمهور ايه اللي هيزعله في كده، بالعكس ده يتبسط. بالظبط. هيعرف ان طب ليه بيتبسطوا ومبسوط النادي الزمالك، فكره ان نادي الزمالك ساعدهم ده بتبسطه كمان بقى، لما يعرف ان الاهلي بالزبط. لا هيبسطهم. هو ده بالزبط. هتقلل حته الضغينه شويه، هتبقى مهمه جدا في الفتره دي. بص يا ميدو التعصب ده يتشال يعني امتى بس الواحد يشوف؟ بص يا ميدو لا بص احنا عندنا نقطه صغيره يا ميدو ممكن نتكلم فيها بعد اذنك، بس حته الثقافه، النقطة دي اتكلم فيها محمد صلاح وزعلت ناس كتيرة قوي، بس هو صلاح قالها بشكل عام او بشكل مرئي. قالها بصراحة وده ما كانش ينفع يتقال، كان ممكن يقولها في غرف مغلقة. احنا كلنا عارفين ده، ان الثقافة عندنا معدومة لفئة كبيرة قوي من المجتمع، وبما فيهم احنا عندنا نقطة صغيرة غايبة عننا شوية، الثقافة العامة، الثقافة في التعامل، ثقافة حاجات كتيرة قوي. خليني اقطعك عشان تتكلم في نقطة مهمة جدا. طب هل انا عبد الحميد حسن قاعد بكلم ناس عارف ان هم الثقافه بتاعتهم يعني اقل من 50%، هل انا استغل قله الثقافه ان انا اديهم مفاهيم خطا، ولا انا لازم يكون عندي ضمير ان انا اديهم كل المفاهيم الصحيحه؟ لا. انا برضو اللوم برضو على الناس اللي بتقعد تغرز يا شريف ده حقيقي في, 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 في افكار ناس طيبه جدا ثقافتهم اقل من 50%. في ناس بتثير الفتن، بتثير عقول الناس، عايز ان انا اسير مقابل ايه؟ انه ان انا اكسب مثلا مشاهدات كتيره، اكسب مش عارف ايه. طبعا السوشيال ميديا زي ما احنا شايفين دلوقتي هي اللي بتحرك فئه كتيره من المجتمع، وده مش الفئه، ده مش فئه قليله، ده فئه عمريه ثقافتها معدومه وكلهم شباب صغير، ثقافتها كل سلاحه ان هو في ايده السوشيال ميديا، هم بيمشوا ورا الصفحات دي يا شريف. ده حقيقي. ولسه دول صغيرين مش فاهمين. بالظبط. فيقول لك ايه ده شريف مثلا النهارده قال كذا او اينو قال كذا، تلاقي كل الناس مثلا بتهاجم شريف، كل الناس بتهاجم زينا في محاسبه مع ان هم مش فاهمين. ده نقطه مهمه جدا. انا محمد صلاح انا متضايق طبعا على الموقف اللي حصل معاه، ومع ان برضه اميدو كان معاه ناس من مواقع رياضيه كبيره موجوده في مصر، كانت متواجده في المؤتمر الصحفي اللي كان معمول عشان البنك اللي كان موجود عشان خاطر ان هو هيعمل معاه تعاقد، فكان في ناس راحت تغطي الحدث ده. انا بلوم على الناس دي، الناس دي كانت لازم هي توصل ده بشكل، بسطت المعنى، بتبسط وتوصل المعلومه بشكل كويس، انما خدت الكلام اللي اتقال منه محمد صلاح مش قصده، محمد صلاح قصده يوصلها بصيغه ثانيه اللي احنا قلناها دي الثقافه، فاهم؟ بس محمد شرحها. هو طلع حتى بعد كده كان زعلان، ما هو زعلان لانه ما ينفعش ان احنا كجمهور مصري الموضوع اتفهم غلط. يا اينو في حد يشكك في حب محمد صلاح للجماهير المصريه؟ في نقطه ثانيه برضه، بعد ما شاف لقطه محمد صلاح لما الجون جه فينا وقع في الارض وكان هيموت نفسه عشان كان بيعيط في الارض، حد بعد اللقطه دي يشكك في حب صلاح للجماهير المصريه؟ طب وفي نقطه ثانيه يا عم، ماشي. محمد النني جت فتره جماهير الارسنال نفسهم بقى يستغربوا
انتوا ازاي بتشتموا لعيب من بلدكم بالمنظر ده؟ ايه ده؟ كان في شتيمه بذيئه بتتقال على محمد النني، معلش يعني ده لعيب كبير جدا، نسبه الباص بتاعه بتوصل حاجه و90%، صح، معدل الباصات بتاعته اعلى لعيب في انجلترا بيباصي صح، تتكلم عليه انت فين بقى الثقافه اللي هنا؟ حتى لو بصل تحت عشان برضه نفهم ما فيش ناس حتى لو بصل، هو محمد ده معلش هو يروح الارسنال ده كده من فراغ؟ اكيد لا، ده محطوط له معايير كتيره قوي عشان يوصل طبعا للمستوى ده. صح. انا اعرف لعيبه كبيره هنا حاولت كتير اكتر من مره انها توصل بره ما قدرتش عشان حته الايه؟ الباص. تمام، يبقى انت لاجل اللعيب عندك بالمستوى ده وتقيمه بالسوق ده انت كواحد طالع من بلدك وكنا داخلين على كاس عالم وقبليها كتصفيات والنني بيشارك معاك في كل ده وانت بتهاجمه بالمنظر ده، دي الثقافه برضو على فكره بيتكلم عنها محمد صلاح. انت عارف ده شريف ايه؟ احنا عندنا هنا في مصر يا ميدو ملخص الكلام ايه؟ اللي انت لما واحد يقول اينو مثلا وحش تلاقي الناس كلها ماشيه وراه. شريف وحش تلاقي الناس كلها ماشيه وراه. بس اللي بيقول يا اينو مين؟ مين اللي بيقول؟ هو لا بقى. اللي بيقول هو اللي بيأثر في الفكر الناس البسيطه دي. فلازم هو يتقي ربنا، اي واحد دايما بقول اي واحد قاعد بيكلم ناس يا شريف عينه لازم يتقي ربنا في كل كلمه بيقولها، لان في ناس مصدقاك وناس حالك عقلها وقلبها، فانت بتوصل لهم. احنا شعب طيب قوي قوي، ناس طيبين قوي، احنا كلنا طيبين قوي، كلمه تودينا وكلمه تجيبنا. ده حقيقي. لكن عينه برضو في نفس السياق، مين برضو كان مدعمك في قرار انتقالك من الزمالك للاهلي وده عايز قلب اسد؟ اه طبعا اسد. ها يمكن انا الاسد ده ما فكركش في حاجه. انت شفت بقى الاسد ده؟ طب ما تيجي نوريه المشاهدين. طب الاسد ده جبته ولا لا؟ تيجي نوريه المشاهدين؟ لازم لازم. طب والله لو اوريكم فيديو لإينو يا جماعه. طب انت تخاف من الاسد؟ مش هتصدقوا ان انا بخاف من القطه. انا اساسا ما صدقتش. عامه بخاف من القطه بس هو حصلت كده ف طب ما تيجي نشوفه يلا مع الساده المشاهدين. نخدر الاسد. تعالى يا بيبو نشوف كده إينو عمل ايه مع الاسد ونرجع لحضراتكم. إينو يا جماعة. لا ده يعمل أي حاجة يا شباب. ده اللي يعني اللي يعمل اللقطة دي. هو حب الأسد اللي هو كان شبعان. لا وبعدين يعني هو الأسد كويس اللي هم كانوا مأكلينه قبل العرض. وبعدين دماغه برضه دماغ إينو برضه. ده مش هيفكر هياكلها على طول. يعني هو كويس اللي الأسد ده كان شبعان. أنت عملت الحركة دي إزاي؟ بص هقول لك على حاجة، أنا يمكن الموقف ده او العرض ده انا كنت في السيرك عامه، كان حسن الحلو صاحبي كان بيلعب معايا في ناشئين الزمالك من عيله الحلو، فهو دعاني ان انا اروح عنده. طب انت ما قلقتش الزمالك؟ ما قلقتش؟ انا كنت خايف جدا، انا بخاف عامه طبعي، انا لو شفت قطه بخاف. انا عارف مش عارف. بس هو ايه بعد ما العرض خلص وكان يوم ظريف قال لي تعالى ايه نعمل حاجه كده، قلت له يا ابني انت بتهزر، اعمل ايه؟ ده اسد، ده وانا داخل اهزر مع ده اسد يا قطه. قال لي تعالى بس ما تخافش، بس انت خلي عندك ثبات انفعالي. قلت له ثبات ايه؟ هي دي ما فيهاش ثبات انفعالي. وبعدين خلي بالك ممكن يكون الاسد ده انتماءاته مختلفه، مش اهلاوي مثلا. انت عارف الناس حتى كلها الجمهور اللي كان واقف لما شافوني قال لك احنا عايزين نشوف ده هيتعامل معاه ازاي. وبعدين انت عارف اللقطه كلها، خد بالك من حاجه، اينو لابس مخطط. ايوه انا عشان ازغلل له عليه. ده هو قال لي ايه؟ قال لي يعني نام كده وامسك الخشبه وما تبصلوش وخلي عندك ثبات انفعالي. فانا طبعا ايه، انت عارف انا ما شفتوش، انا لو كنت شفته انت عارف انا لما قمت كده انا عمال اقول ايه، اتشهدت وقلت انا حي، كويس اللي انا حي. لا هو اسمع مني وبص على وشه هتلاقي وشه محمير. أيوة صعب قوي جدا. مش مصدق. صعبه جدا. وبعدين انت عارف ناس كتير بتخاف من الاسد ولا بتخاف مني؟ انا بخاف من اي حاجه. بخاف من اي حاجه. انا لما شفت الفيديو بتاعه ده شريف وبعته لي بنهزر بيهزر، انا قلت ايه ده لما الاسد عدى مره واتنين، قلت مش اينو خالص. مش لما هو وقف اينو قلت ناس كتيره استغربت، يعني ناس كتيره لما نزل على الفيسبوك ناس كتيره ازاي اينو اصلا يعمل كده؟ سيبك من اينو، ازاي اصلا بني ادم لو هو مش مدرب طبعا في السيرك او واخد على الاسود يعمل كده؟ طبعا انا لما عملت كده يعني عارف كنوع من انواع الفكاهه والهزار، بس الناس تقول لك برضه هزار مع الاسد، انت هتهزر مع ده؟ مش ده اسد. لو كنت دلوقتي كنا نعمل ايه بقى؟ انت عارف ان الاسد ممكن اصلا بياكل المدرب بتاعه لو جاي. ايوه بس انا ايه، هم كانوا المدربين كلهم واقفين ورايا يا ابني انت، وقاعدين مديني الامان قوي، وكل واحد واقف بحديده كده اللي هو لو في حاجه ما في حد. بس هو ساعتها انت بس لو عمل كده خلاص، شكرا خلاص ده بلعك. الله يرحمك يا اينو برضه. الله يرحمك يا اينو ساعتها.
كان ملمع دماغه برضه. ايوه ده هو هيقول لك بس دي حته ايه ولا احسن حته لحمه ده طبعا دماغه بتلمع وحاجه جميله برضه قطع على الهواء. لا هو انا هو الناس مش شايفك حسن والله حسن انت عارف حسن حسن زمان قاعد مستني دلوقتي خلي بالك بلاش موضوع حسن ده عشان الناس شريف القمه بين الاهلي والزمالك هتبقى قمه طول عمرها طبعا الاهلي اسماعيلي مع احترامي طبعا الاسماعيلي اهلي مش عارف مين زمالك مش عارف مين لكن الاهلي وزمالك لازم تقف وتتفرج على الماتش 90 دقيقه ما ترمش فيهم. اسرار القمه بين الاهلي والزمالك وارتباط الناس بالقمه دي جه من فين؟ جه من طبعا انت ده المنافس التقليدي ليك في مصر لان ده نادي الزمالك يعتبر نادي كبير في مش في مصر بس في افريقيا كمان محقق بطولات افريقيا كتير جدا وعريق افريقيا وعربيا نادي كبير وليه احترامه وتقديره فمن هنا جات المنافسه ودايما هو الند القوي دايما في كل بلد في العالم بيبقى دايما في ديربي قوي موجود اكيد خلاص دايما الانديه الكبيره في العالم كله بيبقى ليها ديربيات معروفه ده الديربي القوي في مصر معروف هو الاهلي والزمالك ده الند الفريق الند دايما النادي للنادي الاهلي حتى هو لو اختلفت البطولات يعني الاهلي بيمتلك بطولات كبيره جدا طبعًا. لكن يبقى الزمالك منافس حتى لو في فارق كبير بين الفرقتين في الدوري بتفضل هي دي القمه حتى لو في فارق نقاط كبير ما بالك بقى انت بتتكلم عن ماتش يخليك متصدر الدوري وماتش يبعد منافسك بالترتيب الدوري انت كمان مباراه حاسمه انت بتتكلم في مباراه حاسمه وخلي بالك هي في اسابيع كتيره بس المباراه دي هيبقى ليها دور كبير قوي في الدوري اكيد لان دايما معروف النادي الاهلي دايما لو اعتلى القمه هيبقى ليه بيفرط فيها مستحيل من رابع يعني المستحيلات مش عايز اقول مستحيل يعني بالظبط احنا برضه ميدو كنا فارقين قبل كده نادي الزمالك كان فارق 12 بونت عندنا احنا في السنه دي كمان كنا بنلاعب الزمالك الماتش ده تعادلنا 0-0 كان ماسكنا الكابتن زيزو الكلام ده تقريبا في 2013 او اخر 2013 يعني كان ماسكنا الكابتن زيزو وتعادلنا الماتش ده 0-0 قبل المباراه على طول يعني قالوا ان احنا هنخسر المباراه دي فارق كبير فاكر انا الحمد لله عملنا احنا كده كده كنا حاسمين الدوري اصلا انت متخيل والماتش ده تعادلناه وكنا عاملين مباراه قمه في الروعه فدايما المباراه القمه دي مالهاش معايير بالظبط وحسابات خالص الفرقه الاقوى التزاما وهدوءا في الملعب هي اللي هتكسب ده اللي هساله لينو كنت هساله لينو القمه مهما كانت الاهلي جامد جدا الاهلي كسبان كل ماتشاته والزمالك مش عارف ضعيف لا العكس الزمالك جامد جدا ملهاش معايير لا خالص تيجي يوم الماتش زي ما شريف بيقول بقى تيجي معايير حقيقيه يوم الماتش ايه اللي بيحصل لا ماتشات الاهلي والزمالك عامه حتى لو الاهلي بعيد او الزمالك بعيد زي ما انت بتتكلم لا ليه عارف ليه مقاييس خاصه وليه اسلوب تاني وتحس ان هو ملوش توقعات يعني الناس تقول لك مين هيكسب لا ملوش توقعات بيبقى خارج التوقعات ممكن يبقى مثلا الزمالك مش في الفورمه او ماشي بشكل مش كويس بس ممكن يكسب الاهلي نفس الحكايه فده بيبقى ليه استعدادات خاصه طبعا انت لعبت ماتشات كتيره اهلي وزمالك وشريف وانا فكل ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى ليها حسابات تانية خالص خالص بغض النظر عن الترتيب الاهلي فين الزمالك فين فده بيبقى ليه استعدادات خاصه وليه قصص تانية خالص وبيبقى فيه بقى يعني غير الاداء وغير التوفيق بتاع ربنا ممكن تلاقي ماتش مثلا مقفول خالص يا شريف وفجاه يفتح ده حقيقي يبقى مثلا 2 3 4 فاهم حصلت مره 4 3 4 3 وممكن تلاقيه مقفل خالص مثلا يخلص 1-0 او 2-0 فهو ملوش مكياس 6-1 وفي 6 بتاع بيبو يعني فاهم بتبقى المباراه يا اما بيبقى مقفول قوي يا اما لو الماتش مفتوح ممكن يفتح يعمل مش قصدي انا قصدي بس انا قصدي مش قصدي من قبل الهوا انا مش قصدي بتكلم عادي انا مش قصدي انا ما نسيتش السؤال اللي مين كان في ظهرك يوم ما خدت قرار انتقال الزمالك الاهلي خلي بالك بص انا لما خدت القرار وكابتن عادل يكلم والدي الله يرحمه طبعا انت عارف اي اب في الدنيا بيبقى عايز مصلحه ابنه فلما جالي النادي الاهلي لا من غير ما تفكر النادي الاهلي يعني احسن نادي في افريقيا وشرف لاي حد اللي هو يلبس فانيله النادي الاهلي فما ترددتش لما قعدنا وخلصنا وانا كان شرطي وقلنا للكابتن عادل اللي انا لازم امضي في بيت الكابتن خطيب يعني في حضور الكابتن خطيب لما عرضوا الامر على كابتن محمود الخطيب الراجل مشكورا رحب وفعلا انا مضيت في بيته شخصيا. طب ايه الفكره؟ يعني عارف ليها حاجه خاصه كده اللي انا يعني كل اللي انت تمضي عند الكابتن محمود الخطيب حاجه كبيره اللي هو يكون اول واحد في استقبالك حاجه كبيره لدرجه ان انا مره الضغوط اللي انا ومصر كلها عارفه وشريف وانت اكيد عارف اللي انا كنت بتعرض له في الزمالك
مش طبعا مش عايز ارجع للحاجات القديمه الناس كلها عارفه. هو مره كلمني وانا لسه في النادي قال لي ما تيأس واحنا كلنا في ظهرك، كابتن محمود بنفسه، وشد حيلك وفتره وهتعدي بس هو كان خلاص خلص يعني. بس انا كنت ماضي بالزبط. يعني انا كنت ماضي بس عارف ايه الفتره دي بس كانت صعبه بالنسبه لي. بتتمرن بقى عارف زي ما الناس كلها عارفه 7 المكالمه دي وديتك في حته ثانيه خالص. المكالمه دي عارف ادتني دافع كبير جدا ان الكابتن محمود الخطيب بنفسه يكلمك ويشد منك ويديك دافع وكده، لا عارف حاجه ثانيه خالص. هو شخصية جميلة جدا، قمة في التواضع والاحترام، واحنا مش بنقول كده عشان احنا في القناة او انا عشان انا ماسك فرقة في قطاع الناشئين، لا دي حاجة احنا بنقول كده في اي قناة وفي كل حتة، قمة في الاحترام وقمة في التواضع، فشخصية جميلة جدا جدا يعني. فانا كنت مصمم ان انا اروح النادي الاهلي، عايز اعمل دي يمكن زي ما الشريف قال حاجة صفحة تانية خالص بقى، بتعمل بطولات، بتعمل اسم اكبر، بتعمل حاجة لنفسك كبيرة بقى. بس عايز احكي لك على موضوع عشان بقى طالما ذكرنا اسم الكابتن الخطيب، كان الكابتن الخطيب بيكرموه في المنصوره كراجل راجل 700 سنه منصور. شفنا المشهد الفظيع ده طبعا. فهم جايين رحنا للكابتن محمد مرجان، فبعد ما مشوا قال لي بص يا ميدو احنا اهم حاجه عندنا نخرج الكابتن وندخل الكابتن، بس ده اهم حاجه في الموضوع، نخرج الكابتن ازاي، ندخل الكابتن ازاي الجامعه ونخرجه. فانا مش مستوعب الكلام لان انا اول مره كنت اروح مع الكابتن الخطيب في مكان يعين. فقلت له معقوله؟ قال لي اسمع بس مني. قلت له امال احنا هيظبطوا الدنيا وهيجيبوا ناس كتير وان شاء الله يعني الموضوع هيبقى سهل. والله العظيم يا عين موت. لا 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 انت عارف مش عايز اقول لا حب الناس لا 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 والضغط الجماهيري. انا شفت المنظر طبعا ده يعني المنظر. دي لقطات من التكريم. انا مش عايز اقول لك كانت في طلاب بيروحوا جاريين ويروحوا احنا كنا عاملين بقى بينطوا واحنا خايفين عشان ظهر الكابتن طب. فيروح ناطط ولقيتهم برجليك قلت سبحان الله. شوف رغم ان هو تعبان برضه راح حب من عند ربنا. ما هو بص دايما يقول لك ايه، ربنا يحبب فيك خلق، دي نعمه كبيره. سيبك من الفلوس وسيبك من اي حاجه طبعًا. حب الناس ده لوحده لا 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 بقول لك ده نعمه من عند ربنا. شفت بعينيا وساعتها كابتن محمد مرجان بص لي كده قال لي يعني شفت. لا الموضوع كان صعب فبصراحه طبعا. حب اصل كان في ناس طلعوا كابتن الخطيب قبل ما يبقى رئيس النادي الاهلي كان بالتليفون يلا اينو تعالى اينو ما بيصدق طبعا. لغايه دلوقتي هيفضل الكابتن انت عارف ميدو بمناسبه كابتن الخطيب بالتليفون يجي. انا كنت من اسبوع بالظبط من اسبوع بالظبط كان عندنا في النادي كابتن الخطيب او من 10 ايام كان بيكرم الفرقه الصغيرين كانوا راجعين من دبي من دبي من الامارات كان عندهم بطوله 2006 خدوا مركز ثالث فكابتن الخطيب انا كان عندي تمرين بعدهم فانا مش واخد بالي اصلا ان كابتن الخطيب موجود. فانا داخل كده وكان هو لسه يا دوب مخلص الاجتماع وراكب العربيه عارف عشان هو تعبان فبيجيبوا له العربيه عشان تطلعه لحد بره تمام. فهو لما انا جاي كده والعربيه دي ماشيه كده الصغيره دي اللي هي بتمشي جوه النادي فانا جيت كده انا عايز اسلم عليه انا بحبه جدا. فلما شافني بص الاحترام نزل من العربيه العربيه دي وقفت فهو شافني والله العظيم ده حصل. راح نازل مخصوص هو تعبان راح نازل مخصوص من العربيه كان ممكن يسلم عليا وهو في العربيه وانا كنت رايح لشريف والله العظيم راح نازل مخصوص عشان يسلم عليا وبستي وشد حيلك وعامل ايه مع الفرقه وربنا يكرمك. شوف التواضع لا 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 ده يعني حب الناس ده ما بيجيش من فراغ. ربنا يشفيه طبعا ويديله الصحه يعني. تقول نطلع فاصل طبعا ليه ما تخلينا قاعدين شويه ما احنا قاعدين اهو هتطلعنا فاصل ليه. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجمين الكبيرين معتز اينو وشريف عبد الفضيل نتكلم عن القمه 117 السنه. اهلا بحضراتكم من جديد لسه مستمرين معاكم مع النجوم الكبار معتز اينو وشريف عبد الفضيل في الحديث عن القمه 117. اينو لعبت كام قمه مع الاهلي وانت في الزمالك؟ لا لعبت كتير 5 سنين مع الفريق الاول لعب فشوف بقى كل سنه ماتش رايح وماتش جاي يبقى دي 10 غير مثلا كاس مصر كام ماتش اكتر حاجه تفتكرها في القمه دي ايه؟ حاجات كتير اصل كل ماتش انا عارف هو عايز يوصل ليه اللي احنا كنا الكوبري. اكتر حاجه بتكلمني بسالك هو بيحرج نفسه دايما انا بساله
ما اصل احنا لسه بنتكلم في انت عايز توري الناس انا ما بكسفش هقول لا قول ماشي اتفضل الكوبري اللي انا خدته من ابو تريك وكان ساعتها في استاد القاهره بقى في وسط ايام الجمهور بقى احلى ايام بقى 100,000 فدخل على ابو تريكه كده بعشم بعشم قوي وانا اللي كنت ماسكه اصل انا كنت موعود لازم امسك انا النجوم في اي فرقه طارق التايب امسك طارق التايب خد بالك ده مسك ميسي في ماتش وانا في الاهلي كابتن حسام بدري قال لي امسك ميسي طب ازاي طيب وانا مش عارف في الزمالك امسك متعب امسك ابو تريكه انا كنت دايما تصدق انت كنت ماسك ميسي فعلا وانا ما شفتكش في ولا لقطه مع ميسي ده كان بيقع هو مين اللي كان بيضربه ده انا كل كره كنت انا بعمل كنت قاعد انا كنت قاعد في الماتش احنا كنا قاعدين انا و ايوه بس مين اللي كان بيضربه طارق السعيد دوت نرفز مني من كتر الضرب اصل ده لو لفلي هي ده بينفض نجوم العالم يعني ده لو لفلي لسه صغير بقى ولسه اتكلم لي بس على الكوبري ابو تريكه الاول كده عشان انت عايز تلف تلف وتوصل للكوبري مش انت اللي قلت ماشي بص يا عم انا ساعتها قالوا لي امسك ابو تريكه مش متذكر كان مين كان فاروق جعفر تقريبا او مين قبل الماتش في المحاضرة امسك انت ابو تريكة قلت لهم ماشي خالص لعبت على ابو تريكة في كرة كده داخل عليه فداخل بعشم قوي والاستاد متقفل بقى ايام استاد القاهرة بقى اللي الزمالك بقى وقمة اهلي وزمالك بقى وقمة وانا لسه صغير بقى فعشان كنت بجري كتير فانت وراه في كل حتة لو طلع يشرب بيطلع وراه وانا داخل بعشم وابو تريكة انت عارف بيلعب بالخارجي وانا داخل وبعمل كده راح عاملها لي كده لقيت الجمهور كنت عايز اقول للكابتن غيرني فده اكتر حاجه في ماتشات القمه افتكرها يعني فلعبت وانا في الزمالك لعبت ضد الاهلي كتير جدا جدا نفس الحكايه لما رحت الاهلي لعبت كتير جدا فماتشات القمه بالنسبه لي عارف دي زي ما بيقولوا كده بتصنع النجوم وانا صغير اول ما مستر فنجادة لعبني واتصعدت مع الفريق الاول كانت اول مباراه ليا ماتش الاهلي ضد الاهلي فدايما ايه اللي بيبدا كبير بيفضل طول عمره كبير وبتاخد الخضه من الاول اكيد يعني انت لسه صغير ولسه طالع يعني وانت عارف الناشئين يعني اخرك لما بتلعب في وسط ناس 20 30 متفرج فجاه تلاقي نفسك كده مع اول مباراه بتلعب في وسط مثلا 70 80 الف انا اصلا كنت نازل اشريف خايف طبعا قعدوا كان ساعتها كابتن طارق السعيد وانا لسه صغير وكابتن عبد الواحد واللعيبه الكبيره وكابتن حازم ما تخافش وعارف بيدوك الدافع ما تخافش وماتش عادي وما تسمعش لحد والعب اكنك تحت في الناشئين انت برضو مهما كان الكلام انت برضو لسه مش واخد على الاجواء فكنت لسه صغير بس مع اول مباراه كده لا بعدها بقى خلاص الدنيا مشيت بقى خلاص انت خدت ايه عارف الخضه خلاص الخضه انت كسرتها ففضلت بقى خلاص يعني مهما يقول لك هو ماتش عادي وماتش سهل لكن لا 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 ماتش كبير موضوع تاني خالص لا 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 ماتش كبير طبعا ماتشات القمه دي سواء بتلعب في الزمالك ضد الاهلي او في الاهلي ضد الزمالك لا ماتش كبير يكفي للوطن العربي كله انت قاعد وانت بتلعب عارف ان الناس دي كلها بتتفرج عليك وشافك وانت بتاخد الكوبري وانت مش هو اللي قال يا شريف على فكره انا كنت بساله سؤال والله كان بريء في الاول يعني كنت هقول له على الكوبري بس هو انت اللي قلت انا قلت مثلا هيفتكر ان هو رقص حد جاب جول مثلا جاب كره في العارضه مفيش هو فقال لك كوبري لا بس عادي الحاجات دي والله الواحد بيتبسط لو بيقول اصل عايز اقول لك على حاجه الحاجات دي هي اللي بتعجب الناس في كواليس كده الناس والجمهور ما بتبقاش عارفه بالظبط لما حد زي ابو تريكه يحضرك وبعدين ابو تريكه نجم كبير يعني عارف انت بقى ايه لسه صغير فابو تريكه هو ايه الخضه مع الجمهور مع الكوبري فادوني الدافع بقى كان لازم كان مين اللي ماسك الزمالك ايامها؟ مش فاكر لازم يقول لك ما تدخلش عليه بعشم لان ابو تريكه انت عارف ابو تريكه اصل انت معلش انت لسه صغير يعني انا كان برضو مهما كان ابو تريكه نجم كبير وكان طبعا اكبر مني في السن وبتاع انت لسه برضو ولد صغير ولسه طالع ومتحمس وبتخبط وبتجري وعايز تثبت نفسك عارف انت انت فاكر عمر بنوب بيقول لك كان كاجودا ولا مين يا عمر تاني؟ مستر فنجادة؟ فنجادة لا مش دي السنه بتاعت فنجادة فنجادة دي اول سنه كاجودا مش كان تقريبا كاجودا كاجودا انت كاجودا في السنه الثانيه على طول هو ما عرفش يقولها لك بقى بالعربي فهو ما عرفش بقى يقولها لي ما تقولش بقى عشان ابو تريكه كنا مصابين وبنتاهل فبنلعب عارف اللي بره الماتش بنلعب الكابتن علاء ميهوب كان بيعمل لنا التقسيمه اللي في الاخر دي تقسيمه فكره فاول فعمل كده فانا بعمل رجل راح مديني قلت له يا ابني احنا في يدني في تقسيمه صغيره هو بيحب الحاجات دي دايما اللعيبه المهريه بتحب تعمل اللمسه دي ويجري بقى ويضحك انت عارف لما بيضحك بقى ابو تريكه بقى في كوبري عمله بصراحه مش قادر انساه من ده محمد ثابت صاروخ في نص الملعب انا مش عارف والله مش ده اللي مانويل جوزيه قام زعق له على الخط لا 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 في واحد اللي مانويل جوزيه قامله كان ماتش ايه كان ماتش بنفيكا بنفيكا ايوه وقام زعله على الخط وادى كوبري لكابتن الفريق كان لعيب جامد جدا مش فاكر اسمه ايه لا عمل برده كده وراح حاططها له لا انا فاكر الكوبري اللي ما انساهوش خالص بتاع عماد النحاس بتاع عمرو زكي والمشكله اللي كابتن عماد النحاس
اخر واحد ليبرو اخر واحد. لا 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 يعني لا لا دي لو اتخطفت او جت في رجل عمرو زكي هيبقى هو الجول. لا واداله بمنتهى الثقه فعنده ثبات انفعالي غير طبيعي. احنا كلنا في المكان ده كابتن عماد النحاس خلي بالك هو معلم من نوع كمان عماد من النوع اللي ما بيحبش يجازف كتير كمان بس ان هو يعملها في التوقيت ده عشان عارف لا هو عارف عقليه اللي داخل معاه. انا بحب اتنين قوي بيلعبوا في المكان ده عمرو مدافع اتنين كانوا بيحبوا تحس ان هم بيلعبوا بدماغ وعندهم التوقع غير طبيعي ولاعيبه كوره يعني تحس ان هم كان شير يلعب مدافع او ليبرو نباني وائل قباني وكابتن عماد النحاس. وائل ده وائل قباني ده كمان برضو ميدو كنت بتعمل اللي انت ايه صايع كوره فعايز ابص لشريف يروح يعني عايز اموه عليه لا تلاقيه برضو يجيبها يحط رجله يجيبها فكان عنده التوقع زي كابتن عماد برضو حاجه يعني الاثنين ما شاء الله عليهم. وائل كمان لقباني جات له فتره لعب منتخب مصر كان منتخب فكر بيلعب فرقه في افريقيا عمال يعمل سبعات جوه 18 عندنا. لا لا هو مش طبيعي. لا لا كان مش طبيعي ما بيعرفش التطفيش ما يعرفش يطفش. انا ما كنتش عايز اقول شخصيه اللعيبه بتفرق في الحاجات دي اكيد والله بجد بس دي بتبقى مش عايز اقول على ثابت صاروخ يا شريف خلي بالك انه صاحبي اصلا انا افتكرت لا اصل ده من احسن اصل دايما دي معلمه في الكوره راحتها بين رجله دي. لا ده هو يحكي لك بقى دي زي بتاعت رونالدينيو بالظبط رونالدينيو دايما يعملها يبقى وشه الناحيه دي خالص والكوره هنا وعاملها لك كده بكعب رجلك وبص الناحيه الثانيه كمان يعني عيني بس دي بتبقى ثقه هو عارف اللي يعني كابتن عماد عارف اللي عامله وانا اخر واحد يعني كون اللي انا عاملها في المكان ده المكان ده حساس برضه ميدو دي لو خبط انت عارف لو عمرو ما يقصدش انت عارف لو خبط في رجله صدفه هيبقى هو الجون انفراد فكون اللي انت تعملها كده لا هو قلبه ماشي مش طبيعي بس عايز اقول لك على حاجه هي ثقه في نفسه اللي عارف اللي هتعدي. طبعا دي شخصيه لعيب شخصيه لعيب هو عارف اللي انا دي ما حاجه مهاريه كده خاصه. قال لي اقسم بالله انا بكمل عادي عشان اشوف الكوره فين. ايوه ما فيش انا بكمل عادي الناس خلي بالك الاحساس ده راحت فين الاحساس ده انا حسيته اللي انت ايه بقى معانا ايه صح بقى الاحساس ده لما تاخد الكوبري وفي وسط جمهور بتحس ان انت ايه عايز اعدي الموقف عارف هتعمل ايه هتعدي الموقف ازاي عايز انزل الملعب يبلعني. انا واحد بس اللي عملها لي في ماتشات تقريبا كان في تاريخي كله اسمه بابا اركو بتاع نادي الجيش. لا 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 ده لعيب جدا الماتش ده انا جبت فيه كوره برضه كان بتاع الزمالك اصلا ده كان في ناشئين الزمالك كان ده بيلعب في فرقه نادي الجيش كان على فكره ده كان هو وصلاح امين الاثنين دول السترايكر بالظبط ده كان بيعمل كميه في نادي الجيش في الفتره دي يا ميدو كان من اقوى فرق الدوري. ايوه صح والله العظيم احنا في الماتش ده اللي جبنا فيه الجون. ايوه انا وانت كان في الكليه الحربيه الشوط الاولاني كده داخل عليه في كوره بعشم بس عند رايت الكورنر كده والاوت فعنده ثلاث خصوم الكورنر والاوت وانا راح جاي رايح انا ظهره ليا ببص لقيته حاجه بتلف لوحدها الكوره فين مش لاقيه. أيوة. هو كله صغير بس كان سريع جدا وقوي جدا ولاعيب كوره كان فرويد فرويد دايما على فكره دي من مميزات ميسي ان القرب من الارض ده القرب ده يعني بيخليه دي ميزه كبيره جدا. خلي بالك كمان جسمه جامد جدا اللي لعبت عليه طبعا مهما تخبط فيه يعني ميسي ده قد كده مفيش بس عنده عصب جامد جدا قوي جدا بتحس ان انت مهما تضربه انت مش عارف توقفه انت عارف ان هو لا كنت بقطع منه بس بفاول. لا ما هي مفيش اسمها بقطع بفاول. لا ما هو انت هتوقفه ازاي؟ انت واحد زي ميسي لا بقول لك قطعت منه يعني مش بقطع قطعت منه لا انا كنت بعمل ايه بريح نفسي؟ كنت وهو جايه له واروح ضربه عشان يقف. ما كانش بيلمس الكوره والله عامل له ايه؟ ما بيشوفش الكوره اصلا. اصل انت ده لو استلم ولف لك خلاص. عارف ان ميسي ده كان كل بعد كل ماتش واحد متخصص ليه هو بس استريتشات لا يقل عن ساعه ليه هو بس عشان يقدروا يفردوا لان هو كان عنده مشكله كبيره في العضلات وهو صغير في حته النمو دي بالذات ان هم يقدروا دي بقى العين اللي بنقول لك عليها ان واحد موهوب زي ده ما سابوهوش قدروا ازاي يستفيدوا من ده على قد ما يقدروا بقى ثروه قوميه ده موضوع كبير موضوع كبير جدا موضوع كبير. خلينا نرجع للقمه بتاعتنا شريف وبرده اينو كان بيشوف القمه صعبه جدا وهو قابل النادي الاهلي برده قول لي انت كنت لما عشت لقاءات القمه بتشوف قمه الزمالك ازاي او الماتش ازاي ليه استعداد خاصه مش الكلام العادي انت من جواك خايف تقابل الزمالك طبعا عندك ثقه انت تكسب مش ضامن المباراه بص يمكن اللعيبه اللي موجوده دلوقتي محرومه قوي كمان من حته الجمهور يمكن احنا الحمد لله عشنا حته الجمهور ينو والاستاد مليان على اخره احسن مقسوم نصين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك قوه يا عم نتمنى ان شاء الله ان الامور تبقى احسن ان شاء الله والامن ان شاء الله الحمد لله البلد دلوقتي في احسن حال يعني ان شاء الله يعني. حته الجمهور كمان مهمة جدا يمكن اللعيبة دلوقتي مفتقداها انت الجمهور كمان بيديك دافع رهيب اكيد بيديك قوة رهيبة كنا ننزل بس نسمع رجة الجمهور دي بتبقى عايز تطلع كل بارة انا ببقى نازل مشمر انا دارس الخناقة لكن انا الحمد لله دايما كنت بنزل بتلعب من قلبك
بحس ان كده قلبي طالع وانا بلعب، بموت نفسي على كل الكوره بتاعتي مش بتاعتي، عايز بقاتل لاخر دقيقه. دي الروح دايما يمكن لما جيت النادي الاهلي اتزرعت فينا اكتر، تحس ان في رغبه رهيبه للفوز. حته النادي الاهلي دايما اتحفظت لينا، اي مدرب بيتكلم معانا يا جماعه النادي الاهلي ما بيتحاسبش بالقطعه، النادي الاهلي بيخش اي بطوله عينه على عين على البطوله نفسها. بالزبط. ما تقوليش انا هكسب فرقه النهارده او كده، ده الفارق بينه وبين اي فرقه تانية. دايما الفرقه التانية مثلا بيبص ان هو يلعب النادي الاهلي بالنسبه له ده القمه بتاعته، هو خلاص كده بالنسبه له. بيلعب نادي الزمالك انه نادي كبير برضه ده القمه بتاعته، ده النادي الاهلي ده اللي بيفرق مع غيره عن اي فرقه تانية، ان هو دايما المباراه القمه احنا بالنسبه لك اللعيبه بتبقى فيها رعب. من ايه بقى؟ انت بتبني تاريخ، ان انت لما بتلاعب نادي كبير مباراه القمه دي بتحفر اسمك بالظبط على مر التاريخ. والحمد لله يمكن انا عشان سجلت وايده سجل، فالحمد لله الناس دايما فاكرانا. الحمد لله الواحد دلوقتي بيمشي في شارع كانه لسه موجود جوه النادي بيلعب. الحمد لله ورضا شحاته بيبو يعني بيبو نفس الكلام. الناس دايما المباراه دي للذاكره، دايما دي التاريخ اللي جوه بيعلمها دي ليه بتحفر اسمك مع الناس على مر التاريخ ومع وعلى مر العصور مع الاجيال اللي جايه كلها. لكن الحمد لله النادي الاهلي دايما معودنا ما بتخلاش عن ولاده ابدا ولا عن اي حد دخل جوه جدران النادي الاهلي، دايما بيبقى متواجد معاه ودايما بيذكره في كل المحافل الدوليه. ده ميزه النادي الاهلي دايما ما تخلاش عن اي حد في اي وقت في الاجيال كلها على مر الاجيال كلها. مباراه القمه دي بيبقى ليها دور مهم قوي. وفي ناس خلي بالك يا شريف، اسف ان قطعتك، في ناس بيفتكروا ان انت لما يبقى ليك طريق واحد ومشوار واحد وانت هدف واحد بس، بيفتكروا الموضوع صعب سهل. لا طبعا، والموضوع اصعب ما يكون تتحافظ على مكانك طبعا قدام جماهيرك. جماهيرك دايما تسال اي واحد اهلاوي وانت لسه في المركز ال 14 ولا المركز مش عارف، يقول لك لا الاهلي هيطلع المركز الاول. عنده ثقه والله العظيم، الاهلي الدوري حصلت قبل كده. والله العظيم يا ميدو انا ما في واحد بيقابلني في الشارع، دايما ببقى الناس قريبه ليا في الجيم او في الشارع او في التمرين، اي حد بيقابلني يا كابتن الدوري هذا، قلت لهم ما فيش حاجه، انتوا جمهور النادي الاهلي بتتكلموا في ايه؟ ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع والدوري ده بتاعنا. العبره بالخواتيم، النادي الاهلي بتاع الخواتيم كلها فعلا، هو ده البطل دايما. البطل دايما بيحاسب الكلام ده من فراغ. لا لا لا، ناس تاريخ. في ناس بتبقى الاجيال الصغيره مش فاهمه، الاولاد الصغيرين مش فاهمين ده. قلت لهم ما تخافوش، كل ما اقابل حد في الشارع اقول له ما تخافش ان شاء الله هنكسب، طب الماتش الجاي هنكسب ان شاء الله. فهو ده دايما النادي الاهلي. انا كواحد شبعت وتربيت واتغذيت بيه دايما بالاصرار والعزيمه، ان انا دايما متربي على المكسب، عندي روح البطوله جوايا اتزرعت جوايا خلاص، فبقدر بما ان انا وقين وخلاص بقينا مدربين جوه النادي بنزرع للاولاد الفكر ده من دلوقتي. بالزبط. يعني انا كان عندي ماتش من كام يوم، ففي المحاضره بمسك الاولاد بتكلم معاهم في ايه؟ قلت لهم شخصيه النادي الاهلي يعني ايه؟ تبني شخصيتك في الملعب. بمسكهم بقى اقول لهم يعني ايه كلمه شخصيه؟ الشخصيه دي انت النادي الاهلي، اي حد بتلعبه بيبقى خايف منك مرعوب منك عشان انت النادي الاهلي. دي نمره واحد. نمرة اتنين، هو انت النادي الاهلي بالكلام؟ لا، انت شمر دراعك، النادي الاهلي ده عباره عن قلب. ياما ناس كانت فنيا تفوقنا بمراحل وبنكسبها وفي اشد الظروف وفي احلك الظروف. والله العظيم يا ميدو كنا بنلعب ماتشات في افريقيا والله ما نعرف نمشي على الملعب. امشي انقر رجلينا بتعمل كده من امتى؟ الناس مش فاهمه يعني ايه ماتشات في افريقيا. الناس مش مقدره. اتكلمت انا في النقطه دي قبل كده فعلا. ميدو احنا بنعاني، والكلام برضه النادي العيني، النادي لعيبه نادي الزمالك نفس الكلام، ما بتعاني الناس ما تعرفش. بس يعني ايه بقى تقولوا بقى نغمه ان الجو حر اصل الملاعب يا جماعه يعني ايه؟ والله انا قلت مهما احكي لكم مش هيقدروا، مش هتتخيلوا الجو غير لما تروحوا. هي عشان الناس بتبقى شايفه بس الشاشه وفي التلفزيون، لكن الناس شايفه ايه الاجواء هناك ولا الملعب؟ شايفه ان لعيبه النادي الاهلي مش قادره تجري. ما هو مش قادر يجري ليه؟ رطوبه عاليه، انا ما بقدرش اتنفس. انا كان معانا مستر مالو جوزيه، معاه المساعد بتاعه، وكان فيدالجو لا فيدالجو ده كان بيخد الهوا. بيدرو كان معانا عمر بنوبي، بصوا ما شاء الله بيدرو نزل دم من شكرا عمور، نزل دم من مناخيره. انت متخيل من درجه الرطوبه العاليه؟ وكان فين السوبر في اثيوبيا؟ انت كنت معانا؟ فكرني بيه. السوبر افريقيا 2007
2007 ايوه كان موجود فاكر لما اسلام كان هيموت مننا اسلام الشاطر ايوه انا فاكر فدايما هنا بقى الروح انت لما تيجي النادي الاهلي يتعادل او يكسب مباراه بره ده يا جماعه احنا بنلعب وبعدين بيلعبك ايه وبيصمم يلعبك الساعه 2 الظهر و3 الظهر بالظبط في عز الحر اضعف وقت ليك انت كانسان ودرجه الحراره بالنسبه له عاليه والشمس هو بالنسبه له هو واخد على كده فكل دي عوامل دايما بتزرع اي فريق بالسهل خالص دايما النادي الاهلي لما بياخد بطوله بياخدها فعلا بتعب وبشقة واللعيبه دايما بتضحي بحاجات كتيره قوي والنادي الاهلي فعلا اللي بيلعب جواه عينه غير اي لعيب تاني واللي بيقدر يستمر جوه النادي الاهلي بيبقى غير اي حد تاني دي حقيقة لازم دي حقيقة. الناس تفهم كده دي حقيقه وكمان اللي اتفضل كنت عايز اقول بس حاجه تكمله على شريف كلام شريف بالنسبه للجمهور ببقى سعيد جدا بجمهور النادي الاهلي بجد الجمهور ده حاجه كبيره جدا وعايز اشيد من خلال البرنامج والقناه بجمهور النادي الاهلي يمكن بيبو جاب دلوقتي لقطه بتاعت الجمهور وانت عشتها وشريف عاشها كلنا عشناها ايام لما كنا بنلعب بجمهور في الاستاد اهو اللقطه دي بص الجمهور ده في الاستاد بيبقى عامل ازاي زي ما شريف قال بيرج المدرجات تخيل انت بالزبط. لسه نازل تسخن ولما بينادوا عليك جمهور الاهلي بالذات دونا عن اي جمهور تاني كل ما بينادوا عليك بتحس ان انت ايه قاعدين عارف يطلعوا شكلهم يخض خصوصا لما بينادوا عليك وانت في الماتش زي ما الشريف قال لو انا مثلا مكسل شويه او تعبت بيجي عليك فتره من الفترات اللي انا ايه بالزبط. بتعب كل ما اسمع صوتهم لا انت بتحس ان انت هم اللي بيدوك الباور دايما بقول حاجه يا شريف الجمهور بيطلع منك حاجه مفيش اي انسان يعرف يطلعها بتبقى لا اراديه انا هقول لك اي مدرب هقول لك بقى موقف حصل بتبقى لا اراديه دي في نهائي كونفدريشن كاب الكونفدراليه تمام سي سبورت بنلعب النهائي كان بقى لي 3 شهور عينه مصاب انا فروحت الماتش ده اصلا انا رايح مع مستر جريدو مش جاهز انا كنت رايح بس بكمل عدد انت عارف كنا حوالي 13 لعيبه 14 لعيبه على الدكه اينو بي انا وكان لعيب عبد الله سعيد كمان معايا كنا راجعين من الاصابه رايحين نكمل الاسكور فاتفاجئت بين الشوطين الراجل بيقول لي سخن الملعب ترتان درجه الحراره والرطوبه واحنا قاعدين اصلا الجزم بنحط عليها ميه سخونه فانا لقيت الكوتش بيقول لي قوم اشوف سخن بعد ربع ساعه من المباراه المهم من هنا لقيت نفسي بادئ بنزل الماتش بين الشوطين بالظبط 45 دقيقه بلعب باك ليفت عملت مشوار في التاني على فكره جبت جون وما اتلغى ما اعرفش اتلغى ليه الماتش ده وانا اللي عملت الجون الحمد لله كان رمضان صبحي راح جاي سندها لتريزيجيه وحط الجون ده الجون الاولاني بتاعنا وبعد كده هم تعادلنا هناك 1-1 تمام في كوره اينو بقى انا عملت مشوارين فرجليها سخنت انا كانت السمانه دي اصلا من غير حاجه بتسخن لوحدها خلاص نشفت العضله نشفت مش فوقعت جمهور بقى من بره ببص في ظهر عينه لقيت الجمهور بتاعنا قوم يا شريف عشان خاطرنا فببص الاولاد يا عيني من اول دقيقه بيموتين نفسهم حاجه مش طبيعيه جمهور الاهلي والله العظيم انت عارف يعني ايه جايين ورانا سيو سبورت وبعدين احنا برضو بيبقى منظم لنا سفريات معينه هم يا عيني بيركبوا ترانزيت عشان يقدر يوصل ده جمهور النادي الاهلي جمهور من اول دقيقه لاخر دقيقه بالظبط الولد اول ما قال لي الكلمتين دول يا ميدو انا قمت اتنفضت وكملت الجمهور جمهور النادي الاهلي تحديدا بيروح ورا النادي حتى لو عارف ان هو هيموت وعملوا كده قبل كده تعالوا نشوف تقرير عن تكريم النادي الاهلي ل 111 من الجماهير عايزين نكرم كل الجماهير الاهلاويه وان شاء الله يكرموا كل الجماهير الاهلاويه ان امكن لكن كرمنا 111 من الجمهور من مجله الاهلي لمرور 111 سنه على النادي الاهلي تعالوا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول بصراحة مفخرة للعرب والأفريقيا كلها ومش مصر بس لا للعرب كله والأفريقيا وطبعا كان أحسن نادي في العالم يعني كان حصل على بطولات 20 بطولة احنا بنقول متشكرين وكتر خيركم وده أحلى يوم بصراحة
احلى يوم انا في حياتي عن نفسي يعني. ده بيوم من يعني من اسعد الايام ان الواحد يعني في احضان النادي الاهلي، والحمد لله ان الواحد يعني وفق في المسابقه وكسب وقضي اليوم الجميل دوت في النادي الاهلي يعني. طبعا ده تاريخ اصلا، ودي امجاد النادي الاهلي، والحمد لله ان الواحد يعني وفق ان هو كسب وحضر اليوم دوت في النادي الاهلي عشان يبقى في احضان النادي الاهلي وبطولاته وانجازاته يعني. متشكرين قوي على اداره النادي الاهلي وعلى المجله وعلى الاستاذ ابراهيم المنيسي، ويوم مش هيتنسي. انا عندي 72 سنه، كان نفسي في اليوم ده لان انا بموت في الاهلي 72 سنه، فيوم مش هنساه في حياتي. انا حجيت ورحت 7 عمرات النهارده، بضيف بقى حدث كبير، اموت وانا مرتاح والله النهارده. والف الف شكر للاستقبال والحفاوه اللي احنا اتقابلنا بها لحد الان والله، متشكرين قوي قوي قوي، الف شكر. بنشكر اداره الاهلي وبنشكر اداره المجله على التكريم اللي هو غير تقليدي بصراحه. اي تكريم قبل كده كان بيبقى عباره عن حاجات عينيه، انما النهارده يوم تاريخي بصراحه، ان احنا نيجي الاهلي ونحضر تاريخه. فبنشكر اداره الاهلي وبنشكر كل المسؤولين في النادي الاهلي. انا بقى لي 3 اشهر ما اتحركتش من السرير، بس اليوم ده اتحركت وجيه، لان الاهلي ده في دمي، نادي القرن، ويا رب يا رب يا رب يوم السبت نفرحه كلنا، ويعيش الاهلي ويحيا الاهلي ويحيا محمود الخطيب. انا بحمد ربنا وبشكر فضله بعد 68 سنه من عمري، ان انا كنت مواظب وانا في بدايه حياتي العسكريه ان انا باجي في استاد التتش ده في السبعينات بالكامل، بس بعد كده الحياه العسكريه خلتني ودخلت اكتوبر 73، والحمد لله والشكر لله حققنا النصر، ودايما الاهلي عودنا على النصر، وطول عمره مرفوع الراس بمبادئه وقيمه واخلاقه، ودايما باذن الله للامام وبالتوفيق. يا كابتن يا محمود يا خطيب، واحفظك ربنا ويحفظ مصر ان شاء الله. النادي الاهلي من النوادي العريقه جدا اللي الواحد بيعتز بيها وبيعتز بالانديه بتاعتها وبيعتز بكل حاجه فيها، لان انا من الثمانينات بصراحه، يعني من اواخر الثمانينات وانا في النادي الاهلي، انا وزوجي واولادي. سعيد جدا جدا، مع ان هي رابع مره لي اجي هنا في تكريم برضه قبل كده، ولكن انا بشكر النادي الاهلي وبشكر الاستاذ محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وبشكر اعضاء مجلس الاداره وكل الناس اللي موجودين في النادي المحترمين اللي قابلونا احسن مقابله وكرمونا احسن تكريم، وعقبال يا رب ونيجي دايما كده اهوت، ونيجي ان شاء الله واحنا واخدين الدوري وكاس افريقيا واخدين كل بطولات العالم ان شاء الله. ده كان تكريم 111 من جمهور النادي الاهلي، اللي احنا اللي بنقول لهم شكرا، مش انتوا اللي تقولوا لنا شكرا على اي حاجه. احنا بنعمل اقل حاجه ممكن نعملها معاكم، وانتوا بتعملوا اكتر حاجه ممكن تعملوها مع النادي الاهلي. دايما بنفرح بيكم، دايما بتنورونا، دايما مفتخرين ان احنا منتمين لجمهور اعظم فعلا جمهور في الكون كله، جمهور النادي الاهلي. ولا يا شريف؟ لا طبعا، دي حاجه مش يعني فرحه مش طبيعيه، غريبه عن النادي الاهلي. مين في مصر يقول لي كده كان كرم جمهوره قبل كده؟ مفيش يعني. النادي الاهلي دايما معودنا على، لسه بقول لك حتى قبل ما نطلع فاصل، ان النادي الاهلي دايما ما بيتخلاش عن اي حد، اذا كان لعيب من الاجيال القديمه، الاجيال الوسطيه، الاجيال الحاضره حاليا، حتى احنا جينا دايما النادي الاهلي معانا في كل حاجه، ودايما فاكر ولاده، ما بالك كمان بجمهوره، مش ناسي جمهوره، مش دايما النادي الاهلي مش جديد عليه اينو الكلام ده خالص، اكيد متعودين دايما على النادي الاهلي بدايه، والحمد لله طول ما في اخلاص من الطرفين في الحب، ده اللي بنتكلم عليه، الحب أكيد. اللي هو مفقود عند ناس كتير قوي أكيد. اكيد الحب ده ما تلاقوش في اي حته، اكيد اكيد. تعال نروح لفنيات المباراه اللي جايه اينو، شايف الدنيا رايحه لفين؟ احنا قلنا صعب قوي نحكم، يعني نحكم يوم الماتش بنشوف اللعيبه، اللعيبه فايقه، اللعيبه بتنفذ، اللعيبه ملتزمه تكتيكيا، اللعيبه عايشه مباراه القمه، لكن خلينا نتكلم على الورق، الدنيا رايحه لفين؟ لو فنيا اتكلمنا تحس ان لو بصيت لل11 هنا وال11 هنا، لا كرتهم عاليه جدا. في لعيبه لو اتكلمنا على يعني على بعض الاشخاص، ادينا امثله، يعني انت مثلا عندك ناحيه الشمال يعني بتمتع وانا بتفرج على علي معلول، لو هنتكلم بقى فنيا، لعيب فاهم مكانه كويس قوي، لعيب منتخب تونس، راجل بيلعب في منتخب تونس اساسي، فبرضه منتخب مش سهل.
كورته عاليه جدا، بص الكروس بتاعه عامل ازاي، فاولاته، الباص بيطلع، عارف دوره في المركز ده ايه، بيلعب ما بيلعبش بدماغه برجله بس، بيلعب بدماغه. هتبص على مثلا اجاي يعني حاجه في الكوره، اول مره اشوف افريقي مهاري. كلنا عارفين اللي دايما الافارقه بيخبط ويرزع ويقوم ويكسر، كورته تحس ان هو لعيب مزاجنجي سلس في لعبه، والحياه سهله وبسيطه جدا، فاهم؟ جاب لك على طول بيجيب جوان على طول. فلا في لعيبه، رمضان صبحي، عاشور لو رجع ان شاء الله، سلي، يعني في عناصر كتيره جدا كورتها كويسه. لو اتكلمنا برضو على الزمالك، واحد زي ساسي، فرجاني ساسي هايل، عامل موسم هايل. حمدي النقاز ولا النقاز اللي هو البكراي، حمدي النقاز لعيب هايل برضو، منتخب تونس. فانت بتتكلم على ناس، لا المباراه تطلع فيها فنيات عاليه، في لعيبه كبيره وفي لعيبه عارف الكره عندها سهله، غير لما انت بتتفرج على ماتش على طول ال 90 دقيقه الكره فوق وعارف تحس ان مش الكره جري بس، لا احنا عايزين نتفرج على اللمسه الحلوه، عايزين الجمهور يتمتع. احنا كلاعيبه كوره بتحس ان انت عايز تتفرج على لعيب يمتعك، عايز تتفرج على مباراه ممتعه من الكل. لا انا شايف المباراه من ناحيتين، من الفرقتين هتبقى ان شاء الله مباراه ممتعه. كنت بتنزل قلقان من ايه؟ بتبقى مش قلقان، بس انت بتبقى عايز ايه، تكسب، يعني بتبادر اللي انت تجيب جون الاول. طول ما انت كسبان بتبقى عندك ثقه، بتعرف تمسك كرة كويس، وانت كسبان لو عملت تاكلينج ولا عملت حركه كويسه بتلاقي الجمهور بيتفاعل معاك، فالحاجات دي كلها بتديك ثقه في المباراه. انا بسال لما كنت في الزمالك كنت بتنزل قلقان من ايه؟ لا وانا في الزمالك كنت طبعا، يعني الجيل بتاعنا يعني فريق النادي الاهلي الشريف كله كان نجوم، يعني انت بتتكلم في كل الخطوط، يعني من ورا، من نحاس وجمعه وشادي واحمد السيد، نص ملعب شوقي وحسن مصطفى، طبعا قدام بقى الكتيبه كلها بقى، عد بقى ابو تريكه وبركات ومتعب وفلافيو والفنتات المحفوظه، طب انت هتمسك مين ولا مين ولا مين؟ طبعا نادي الزمالك كان نجوم كبير، حازم ووليد عبد اللطيف وعبد الحليم، يعني مش عايز انسى حد، كابتن تامر عبد الحميد، طارق السعيد، جمال حمزه، بس انت كنت بتبقى نازل برضو عامل حساب لفريق النادي الاهلي. نفس الحكايه برضو النادي الاهلي سايبه. معلش في نقطه مهمه قوي في النقطه دي، انت دايما كان احساس بما انك لعبت في الزمالك، بحس دايما لعيبه الزمالك نازله مهما عمل هيتغلب، عنده روح انهزاميه كده من قبل المباراه، انه صعب ان انا اكسب النادي الاهلي. بص عارف كنت كان وانت كده في الاوضه كنت بتحس ان لعيبه نادي الزمالك انا عشتها بالنسبه لهم ممكن ما تاخدش الدوري بس اكسب النادي الاهلي، يعني ماتش القمه ده بالذات ده اكنه الدوري بالظبط زي السنه اللي فاتت. ده بالنسبه له تلاقي الفرحه، شفت النقطه اللي كنت بقول لك، تلاقي الفرحه جامده قوي يا شريف. انت عارف عكس الاهلي، انت شفت وجربت بالزبط. الاهلي بقى بتكسب الزمالك ثاني يوم تلاقي مستر مانويل يقول لك خلاص دي صفحه قفلت، الماتش وخلص نفكر في اللي جاي، اصل الماتش هو بثلاثه بونت، مش لما تكسب هتاخد سته بونت، لا ده ماتش بثلاثه بونت. شفت بقول لك ده الفرقه بقى، ده الفرق بين الفرق، ده الفرق بين هنا وهنا. خلينا في السؤال شريف اللي سأله لك، هل كان في روح فعلا انت نازل مهما تعمل هتخسر؟ هو مش حكايه ولا الموضوع لا الموضوع انت طبعا ما فيش فرقه بتبقى عايزه تنزل تخسر، فاهم؟ بس انت بتبقى نازل عندك امل ان انا عايز اكسب واعمل ماتش كويس، فجاه بتروح هوب خسران ماتش ورا الثاني ماتش ورا الثاني، فخلاص هي الدنيا عارف الناس كلها بقى عندها يقين زي ما الشيف بيقول كده، اللي انت من كتر الخساره من النادي الاهلي فخلاص انت خلاص، فاهم؟ في روح انهزاميه خلاص موجوده جواك اتربت لما بتكسب بقى ماتش، حتى ما بتجيب جول ما بتصدقش نفسك. ايوه صح. انت عارف يا ميدو في اخر ثلاث سنين اينو كانوا كل ما ننزل اول ماتش يجيبوا جول في اول دقيقه. ايوه اول دقيقه حسين ياسر محمد، مفيش ماتش كسبوه. اه بالظبط، يعني اتعادل على طول رجعنا، احنا في ماتش تعادلنا 3-3 في اخر بقول لك اخر في الماتش انت جبت فيه جول، ما هو حسين ياسر حسين جاب اول مش عارف 10 دقايق جول، ده قعد ثلاث ماتشات يعمل كده، يعمل كده يجيب جون والاهلي يرجع، الاهلي يرجع في اخر ماتش اللي هو تعادلنا 3-3 ده، لو كان الزمالك كسبنا كان ممكن يوصل ان هو يعدينا في الدوري كمان، تعادلنا معاهم 3-3 لما بركات جاب جون في اخر دقيقه، اخر دقيقه وعلى الفانيلا وجري الماتش اخر دقيقه في الماتش خلاص. فانت بتتكلم ان هو في اوريدي عندهم روح انهزاميه موجوده، هم خلاص بقت في عقده، حتى انا لو جبتها هجيب هيجي خلاص في مشكله كبيره بالنسبه لهم. يعني برضه يا شريف دي جوان 3-3 هو جابها لك على طول لو عمر في وقت بقى اللقطه الجميله قوي، بص سؤال جوان
بص اينو هيفهم على طول دلوقتي. شوف وائل انا مش هتكلم. هو لا 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 عرفت عرفت انا عرفت انا عرفت. عيدها على طول تاني دلوقتي. بص ده اول دقيقه اهي ماشي. انا عرفت انا عرفت. انت خدت بالك من احمد جعفر مين اللي ماسكه؟ انا عارف ماشي. شفت عمل ايه؟ هيجي طبطب عليا انا. طبطب على شريف عشان يعني ايه يعني معلش عشان يوري الناس. بص برضه بص اهي اهي يا ولد يا ولد. طب هو مال شريف؟ ما انت اللي ماسكه يا جمعه. خلي بالك مش هيسيبك. انا عارف انت هتقول لي. انا عايز اخد الصوره دي سكرين شوت بعد اذنكم يا جماعه. يا ريت والله. هو اللي كان ماسك جعفر. ها هو نفس الدماغ. عيد الجون تاني معلش بعد اذنك. طب بس يا شريف ما انتوا بتسلموا يا شريف. لا والله يا عمري والله يا ابدا. لا لا مش قصدي بتسلمه. لا لا يعني انا وائل دايما بتسلمه فراوده يعني اقول لك خد. انا معاك بس هو الراجل مال الكره متحركه. بص انا معايا حتى معايا. هو بيطبطب على شريف. طب انت بتطبطب على شريف ليه صحيح؟ ده مش الجون ده بس. احمد السيد بقى كان يجي دايما. انت عايز تسمع بقى دي اللي شريف بيقوله ده؟ اسمع من احمد السيد. اسمع من احمد السيد. احمد كان هنا بس للاسف ما كانش معايا. لا احمد من الناس اللي جاب لك. بص كفايه عشان وائل. انتوا عارفين وائل يا جماعه هيضربوا هيضربوا وائل في ايه؟ انت ما تمسك الراجل. انت بتبص لي انا ليه؟ قلت له كده؟ اه والله ده كان لسه بسم الله الرحمن الرحيم بنبدا الماتش. رفع كروس جاب جول. هو اللي طلع معاه فعلا. ايوه هو ما كان ما هو كان مع احمد جعفر مان بعيدا حتى لو انا في في التلت اللي انا مخصص ليا انا هقدر اتعامل معاه فنيا هضايقه بالكوره انما هو جعفر في اريحيه ركب عليه والكوره جت جول راح جاي بيطبطب عليا. هو عايز يلبسه لك انت. لا بس عايز اقول ان كابتن وائل كان حاجه يا جماعه. لا وائل جمعه ده شريف وانه ما بيعدوش حاجه. احنا بنجيب 3-3 هو لازم. انت راجل مش قلت. بص يا بيبو هتلاقي اللقطه دي تاني يعني. بص ما بيعدوش حاجه. جمعه طبعا نديله حقه. كابتن وائل من الناس اللي هي فعلا يعني وائل احنا دايما صخره. احنا دايما بنحب نهزر معاه. وبعدين انا بعيد عن الكوره بقى. هو شريف عارف يعني بعيد عن الكوره بقى قمه في الاحترام. وائل كان على طول وبعدين حبوب بقى ويهزر. الناس فاكره اللي هو لا لا ده يعني جميل. لا جميل جميل والله بحب هزر جدا. تعالوا تعالوا نشوف التقرير عن الجماهير وتوقعات عن مباراه القمه ونرجع نتواصل مع حضراتكم. ان شاء الله باذن الله الانتصار للقلعه الحمراء لان نادي الاهلي نادي بطولات. النادي الاهلي ان شاء الله هيكون فايز باذن الله وعايزين الثلاثه بونط وعايزين البطوله رقم 41 ان شاء الله. ربنا يوفق النادي الاهلي في الماتش اللي جاي. واهم حاجه ان اللعيبه تكون في اليوم دوت فيلم على المستوى وعلى المطلوب. اتمنى الاهلي يواصل انتصاراته المتتاليه في الدوري العام ويحقق امال جماهيره في البطوله المفضله الدوري العام. وباذن الله تعالى التوفيق للنادي الاهلي بالفوز بمشيئه الرحمن. الاهلي في مستوى متصاعد مع مارتن لاسردي. اتمنى اولا للاهلي الفوز باذن الله والتوفيق مع كل لعيبه النادي الاهلي. ونتمنى ان الاهلي يبقى يعني عاليا يعني ان شاء الله باذن الله وهيأدي. وانا متاكد يعني اللعيبه هتأدي بأدي جامد قوي وهيبقوا كويسين. بالتوفيق وبالانضباط وبالقيم وبالمبادئ باذن واحد احد. المباراه مباراه النادي الاهلي لان اتربينا على المبادئ وعلى القيم وباذن الله ربنا هيوفقنا والنتيجه ان شاء الله 2-0. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم عن برضو توقعات الجماهير كلها برضو راح في مصلحه الاهلي. يقول لك الاهلي مش هقول رجع لان انا ضد رجع دي. كان عنده ماتشات مؤجله وكسبها كلها. روحه المعنويه مرتفعه جدا. عنده استعداد ان هو يروح لمركزه الطبيعي. شوف ده حقيقي يا ميدو. لان احنا كمان لو بصينا على في الناحيه الثانيه في المقابل طبعا نادي الزمالك المتصدر اللي هو يعني محافظ على التصدر الدوري بقاله فتره اسابيع طويله. تعثره الاخير امام مباراه في مباراه المقاولين ده كان واضح جدا. التوتر العصبي الفتره اللي فاتت ده نتيجه ايه؟ ان النادي الاهلي عمال يقرب. ده اللي بنتكلم دايما. المنافس القوي بتاعك والبطل البطل الحقيقي موجود دايما بيبقى معروف ان هو لما بيقرب دايما من تصدر البطوله المنافس اللي موجود بيبتدي يتوتر. وده كان واضح جدا في مباراه المقاولين. وكمان انا كمان في حته فنيه يعني ملاحظها قوي في دايما في التكتيك بتاع نادي الزمالك بيبقى ليه شكل مختلف. عندهم النزعه الهجوميه رهيبه وده انا متفاجئ بيه في السنه دي. فعلا نادي الزمالك بيهاجم بشكل
حتى لو جاب جون او ما بيقدرش مثلا بقى خلاص يقفل ويحافظ ويبقى فيه تقفيل دفاعي بشكل جاي او بشكل منظم في ثلث ملعبه والكلام ده، لا ما بيعملش كده. بلاحظ ان هو لا بيبدا يجيب جون وعايز يجيب الثاني وبيهاجم بشكل منظم وبيهاجم بشكل قوي جدا اينو، وده ما تعودناش منه على نادي الزمالك الفتره اللي فاتت كلها. يمكن الزمالك السنه دي لا ليه شكل، وده مدي طعم ومنافسه شريفه وقويه أكيد. ودايما الناس تقول لك لا نادي الزمالك السنه دي نادي لا مختلف، شكله حلو في الملعب أكيد. عنده لعيبه مهاريه وده كويس كنا مفتقدينه. عشان كده انا بقول الجمهور السنه دي يعني جمهور محظوظ انه بيشوف بطوله الدوري بالقوه دي. بس مش محظوظ ان هو بيتابع ماتشات من قلب الملعب بس ان شاء الله. طبعا هي النقطه الوحيده السلبيه بس ان شاء الله يرجعوا يا رب ان شاء الله. لو قلت لك افتكر لي مباراتكم اسماعيلي اهلي بلاش احنا اصل في مباريات كتيره جدا في 4 4 بتاعت فاروق. لا دي انا ما مش... انا كنت موجود احتياطي في الماتش بس ما لعبتش. ده فريقنا الاسماعيلي كله ساعتها كان راح منتخب مصر. ايوه دي دي سنه الدوري سنه الدوري 4 4 ده الاسماعيلي. لما في مباراه احنا النادي الاسماعيلي ساعتها كسب الاهلي هنا 3 0 كان النادي الاهلي 3 مواسم ما خسرش ولا مباراه. انت متخيل قعد 3 مواسم ما خسرش ولا مباراه، اول مباراه يخسرها كان النادي الاسماعيلي بيكسب الاهلي في استاد القاهره 3 0 فاكرها المباراه دي؟ المباراه دي ابو تريكه جونين لمحمد فضل وجون عبد الله السعيد بنوبيا هو بيقول لي علشان ندي لك حقك يا عم بالظبط. لا في بقى مبارتين انا بالنسبه لي 6 0 في استاد الاسماعيليه خسرنا من يعني كنت في الاسماعيلي ساعتها النادي الاهلي كسبنا ساعتها 6 0 وشير جاب جون و فاكر لا لا ده الماتش ده كان حافل خسرنا 6 0 ومتعب ده 6 0 ده 6 0 متعب جاب واحد وبركات وبركات جاب جونين ثلاثة برماد بركات جاب هاتريك واحد ابو تريكه وواحد متعب وواحد ابو تريكه واحد بالظبط كده. وفي طبعا الماتش اللي مش هننساه الماتش اللي هو بتاع حرس كان في استاد الماكس كان ده المباراه الفاصله لعبت انا الماتش ده 1-0 فلافيو احنا بقى الماتش ده ميدو قعدنا اسبوع كامل كنت انا في الاسماعيلي لسه كان 2007 2008 السنه دي لان انا جيت على طول 2008 2009 النادي الاهلي بنتمرن اسبوع كامل على الفاول بتاع فلافيو جيلبرتو هيرفع الفاول او كروس وهو بيجري يعني انتوا عاملين حسابكم على الفاول اسبوع كامل والله العظيم كان لا بس واضح ان انتوا متمرنين كويس كويس قوي انا بص مش عايز اقول لك احنا بصينا انتوا متمرنين كويس اسمع بس ما اسبوع اسبوع امال لو متمرنين اسبوعين اسمع بس اضحكك. المهم ان احنا انا كنت بلعب بكرايه الماتش ده خلاص الكوره كانت فاول جيلبرتو ثبتها جت رفعت فلافيو طبعا كان رقابه مش بلاش اقول اسامي ولا اللعيبه اللي كانت موجوده كان يعني معتصم سالم وابراهيم يحيى و معاهم واحد افريقي سيرد باك ثالث كنا بنلعب ليبرو طبعا وانا باك رايد وكان معايا مش بص قال لك كان اسمه داريو كان عمر بنوبيا لا لا معانا مش كان بيلعب معايا نسيت اسمه عمر كان في السكور ولا ايه؟ عمر في السكور على طول عمر اي اهلي ما شاء الله عليه تلاقيه حافظ بس ده كان المدرب يعني هو اللي كان جايبه معانا كان مدرب ريكاردو البرازيلي كان هو اللي جايبه عمر بصراحه يعني انا عايز اديك حاجه اكتر من كده مش عارف يعني عمر مذاكر بصراحه كان ريكاردو البرازيلي هو اللي جايبه معاه وكان مدافع كويس جدا بالمناسبه الماتش ده خدنا الدوري صح كان ماتش فاصل 1-0 بتاع الدوري ما هو ده هو اللي كان جاي من الهلال مباراه فاصله مع التاريخ كله تمام ما هو كان مع ريكاردو بيلعبوا لما دخل فيه الجول بقى نفس اسطمبه ده احنا في اول ربع ساعه احمد فتحي مضيع 3 انفرادات لا انا عامل كره لابو تريكا انت فاكر احمد فتحي؟ وابو تريكا راح انفراد انا عامل له كره راح انفراد المهم ان احنا يعني لازم الثلاثه اللي في القلب دول الثلاثه اللي في القلب خلاص انت معاك واحد فيلافيو وواحد كان ابو تريكه لان بركات وكان بركات لان متعب ما كانش موجود بس كان مشي ومعروفه ومتمرنين اسبوع خلاص لا متمرنين اول فاول جه جت جول خلاص داري بين الشوطين داري كان انا يا جماعه انا اتبسطت ان انا كنت معاكم والله ما شفناهوش تاني بس غريبه جدا فعلا متمرنين اسبوع على كوره وبرده بس الماتش ده عمري ما هنساه طبعا التركه اللي حصلت ايه ان الولد ده المفروض هو مان مع مين لان داريو كان المفروض مميز بضربات الراس فهيمسكوا فلافيو تمام ففلافيو هرب منه راح قدام مين معتصم بص بقى خلاص كده بص بقى حاجات الكوره اللي محدش هيفهمها لما جه معتصم كله قال لك مين اللي كان ماسكه معتصم خناقه بقى رهيبه بين معتصم وداريو كان بين الشوطين معتصم طبعا هو اللي عيني اللي قدام الناس كلها هو ايه اللي ايه
هو اللي هو اللي كان ماسك فلافيو، بس هو في الحقيقه مش هو، بس هما كان دايما كل جوانهم كده يعني جيلبرتو وفلافيو، ده من حركه ومن ثبات. استنى حركه في ماتش الاهلي والزمالك انا فاكر بتاع 1-0 في استاد القاهره اللي عبد واحد السيد ضرب عمرو الصفتي ماسكه فاكره؟ ايوه ايوه راح فلافيو راح عاملها بدماغه راح عبد واحد راح ضرب الصفتي بعد الجول علشان برضو ندي المستر جوزيه حقه طبعا. كان طبعا بيمرنه طبعا ازاي برضو يتخلص من التكتلات الدفاعيه وازاي يهرب وازاي يحط ده قدام ده. بس انت ده ما بيفكركوش بحاجه جديده حاصله الوقت ده؟ قول لي علي معلول واجاي برضو نفس نفس تقريبا قريبين قوي ليهم بنفس جيلبرتو. بس مش جيلبرتو تحس اللي هو كان بيحطها بايده لفلافيو، وبعدين فلافيو كمان برضو ما عليه عامل القصه مش في الاوفر بس، لا بص دايما كل جوان زي ما الشريف بيقول التحرك، يعني التحرك هو بيقطع كويس على حته معينه، هو بيقطع كويس يعني والاوفر كويس. كان جيلبرتو بيقول له احطها لك في الحته دي. انا معاك، بس انت بتتكلم عن فلافيو التحرك بتاعه، التحرك شفت تريكي لما اتكلمنا عليه قلنا عينيه على الكوره لاخر لحظه وتحرك، وانا بحط رجلي في الكوره حتى طالعه اوت بتلاقيه طلع مع الكوره في التوقيت المظبوط وبيوجه كمان مش بيحطها خلاص. هو عارف بيقف فين وبيقطع ازاي مميز جدا في الحاجات دي، ضربات الرأس تحركاته على فكره لعيب كوره كويس قوي. كان في التمرين كمان مش طبيعي في الضربات جوه الجول ده، هو مش سايبنا في حالنا. لا 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 بص شفت بص اهو يا عم سلام يا عم هادي يا عم. هو كان فلافيو مشكلته حاجه واحده بس، اللي هو بيهزر بمزاجه. هو كان بيهزر اصلا؟ انا بقول لك هو كان بيضحك زي ما هو عايز، لكن جيلبرتو هو اللي كان مسخره. حتى علي معلول بقى خلي بالك هو هو كفرود جول جميل قوي برضه علي معلول. تعالى شريف قول لي ازاي بتتخلص من الضغوط برضه اينو شاركنا في خلي بالك النقطه دي لانه موضوع صعب قوي. دي انت مستر مانويل جوزيف مره جالنا كده بعد فتره ان احنا كنا تعبانين نفسيا فتره طبعا احداث بورسعيد والحاجات اللي حصلت دي كلها، قعدنا فترة تعبانين نفسيا لدرجة رهيبة، أنا كل إصاباتي حصلت لي بعد أحداث بورسعيد مش تبقى عارف، توتر العصبي أكيد ما بقتش قادر أتملك أعصابي خالص. جاب لنا طبيب نفساني في طبيب نفسي موجود مع الفريق على طول، ما مين ما نروح لازم يبقى معانا في المعسكرات ويتكلم مع لعيب لعيب وما يحس لعيب مثلا. استفدتوا منه فعلا؟ طبعا الناس بره كلها كده، طبيب النفس ده المنظومة الرياضية الكاملة، وده هتلاقيه في النادي الأهلي بس دايما، هو النادي الأهلي تلاقيه النادي الوحيد تقريبا اللي جاب طبيب نفسي معاه. دي حقيقة. والله دي حقيقة. هو فعلا النادي الوحيد اللي جايب طبيب نفسي هو النادي الاهلي مع مستر مانويل جوزيه، كان جايب الطبيب النفسي معانا. ده مهم جدا، حته الضغوط والخوف والتوتر الذهني والعصبي محتاجه هدوء، محتاج توصل للعيب. انا طبعا بعد يعني انا دلوقتي لما دخلنا على مرحله جديده كارير جديد ان انا بقيت مدرب فبقيت ادور، طب انا في ماتشات كنت ببقى خايف فيها متوتر بالظبط بالظبط، فبقيت اوصل للولاد دلوقتي ان ازاي تفرق تجربتك انت الشخصيه بالظبط. انا اللي ما بقتش عارف اوصله لنفسي وانا بلعب، وكمان الدكتور النفساني ساعتها في الوقت ده هو طبعا الحاجات دي حصلت لنا في وقت متاخر، فالحاجات دي لو كانت فرقت معانا من الاول كان جت لنا بدري شويه كانت فرقت معانا كتير. انت ازاي تطلع من الضغوط دي؟ ده انا احكي لك دلوقتي بعد ما الشيخ يخلص شكله حصل حاجه مع اينو. اينو حصل معاه كل حاجه. انا حصلت لي حاجه بعد ما الشيف خلاص مع الدكتور بالنسبه انا بس هو جاب الدكتور فهقول لك دكتور بلاش انا عايز افتكر حاجه. لا انا مره قاعدين بقى في اجتماع والله مش بهزر قاعدين في اجتماع فبقى هو ما تقولش حاجه خلي بالك من الكلام لا لا بعدين لا والله ده انا هقول حاجه انا قايل لك ومنبه عليك بقى قبل الهوا اتفضل لا انا هقول حاجه عادي والله طيب. مش هنقطع في حد ف خلص الاجتماع وعمال يتكلم بصفه عامه وبتاع وبدله بقى وجاي ايه عارف متقمص الدكتور النفساني فانا قاعد كنت انا قاعد انا وحسام عاشور واحمد عادل عبد المنعم يعني بص الثلاثه مشرحه الدكتور ده ما بينسبش حد مش فاكر شديد كان معانا ولا كان ساعتها مشي راح المصري مش فاكر لا لا كان موجود كان موجود وقاعدين كده لا لا كان موجود قاعدين كده ميدو فايه خلص خلص الكلام والمحاضره وتمام و100 100 وخلاص مش فانا قاعد بتكلم عاشور قال لي وانت اينو ما فيش اي مشكله وعارف ان انا بقى فوكاي وباظ قال لي مفيش اي مشكله عندك مالك انا حاسك في حاجه او بينكشوا عشان ما دفعتش فاتوره التليفون انت عارف ان الدكتور ده مشي من هنا هو الدكتور النفساني ده هو الدكتور النفساني ده الدكتور راح جنب دكتور نفساني عشان انا وحسام عاشور مشيناه ده مشي والله بسببه والله مشي والله مش اتضايق هو جابوه قدام جلسه كده وبعدين مشيناه من كتر الدكتور يا ابني تعب نفسيا انا عايز اقول لك على حاجه مش هو دكتور نفساني احنا خليناه هو يروح لدكتور نفساني
انت بتتكلم ادي اللعيبه اللي عايزها دكتور فينو وجديد وحسام عاشور. لا دي كانت شله ايه؟ واحمد عادل لازم كل فرقه بيبانوا عاقلين. واحمد صديق خلينا حافظين على شكل. لا اينو اينو خلاص بقى ماشي خلاص مش هنجيب الهزار بتاع الدكتور النفساني مهم في الفريق. الله لا الدكتور النفساني مهم ايوه والله. اينو ايه خرجك من الضغوط النفسيه افهم دي بس. نرجع بقى للكلام. ربنا عملت فتره معاشه في اياكس ورحت اياكس الهولندي ورحت اندهوفن الهولندي. الحمد لله رحت عملت زي معايشه سريعه هناك مع المراحل السنيه الصغيره. لان انت طبعا عشان تعمل مع اياكس نفسه ده عايز لها شهور قبليها تحجز بقى وقصه كبيره. انا قلت دايما ليه ابدا بالمدرسه الهولنديه بالذات؟ لان هي اعلى مدرسه في العالم في القاعده الناشئيه. وبعدين هم خلي بالك ان عندهم حاجه كمان ما بيحبوش يصرفوا، يعني ما بيدفعوش مبالغ جماليه كتير. حتى فريق اياكس دايما تلاقيه النجوم اللي طالعه دي كلها عندهم مثلا الهاف ديفندر اللي موجود دلوقتي ده خلاص راح برشلونه، مضى في برشلونه. ده خليفه زيدان في الملعب مسمينه زيدان اصلا الجديد. اوكي. حته لعيب كوره على اعلى مستوى، فريق اياكس انت شفته عامل ازاي دلوقتي؟ كل دول قاعده ناشئين. ده حاجه ما شاء الله، حاجه جميله جدا. كل دول قاعده ناشئين. دول فريق اياكس الناشئين. خليني في موضوع هياخد مننا وقت طويل. لا خلاص انا خلينا في ان انا بحب قوي اتكلم في موضوع الناشئين. فانا حبيت ان انا ابدا في اياكس لان هم عندهم قاعده ناشئين هل يعني على اعلى مستوى. فده كان بالنسبه لي مهم جدا. مش هينفع اقول لك مقارنات خالص. لا مفيش. لا مفيش. لا ما بعيد قوي بصراحه. يعني يمكن النادي الاهلي هو الوحيد اللي قريب قوي للمنتخب. ما تعملش معاشات ليه بقى؟ انت كان ما قلتش اللي شريف ماسك 2007 وما قلتش اللي احنا كسبنا اياكس برضو بنفس الفرقه بتاعتك دي. طبعا. يعني وجون عالمي كمان. لا طبعا جون عالمي. فاكر الجون ده؟ ايوه طبعا. صلاح محسن اهو. صلاح محسن يا جماعه برضو لعيب بس حظه سيء صلاح من الاصابات. خلي بالك اللعيبه صلاح من اللعيبه اللي هي حظها سيء. شكله العقليه مهمه جدا، الثقافه الفكريه. انما صلاح ماشي على خطى ثابته وان شاء الله طبيعي. تبص اللعيبه كتيره قوي اتصابت الفتره دي فكلهم هيرجعوا ان شاء الله ويشاركوا بشكل كويس ان شاء الله. ايه اينو عايزك تقول لي بتخرج من ضغوطاتك ازاي؟ انا عن نفسي كبيرة. انا يعني انا كنت الاثنين الوحيدين. انا عارف انت ما بتشيلش الهم. لا انا مره واحده عملت بقى فيها ايه في الاتوبيس اللي انا بقى يعني مركز وبتاع. عملت فيها يعني انت ما كنتش مركز فعلا؟ لا لا انا بقول لك ايه زي ما حبيت تعيش الموضوع. حبيت اعيش اللحظه اللي انا بقى رايح الماتش في الاتوبيس بقى اللي مركز. اتغيرت بعد 17 دقيقه. في لعيبه كده فعلا. بركات وانت ماشي في عز الناس كلها متنشله بيقعد يهزر. لا في لعيبه كده. انا كنت انا وبركات الاثنين اللي احنا ايه انزل الماتش ابقى مهزر واضحك وكده. لكن لو تنشنت وقعدت اعمل كده وفي لعيبه تلاقيها ماسكه نفسها والاتوبيس لا انا اهزر واضحك اكني رايح عادي وانزل اعمل احسن ماتش واجيب اجوان. ليه ركزت طيب؟ انا في هقول لك على حاجه. في جون الاهلي والاولمبي في استاد اسكندريه. ايوه مع جوزيه. مع جوزيه كابتن احمد حسن جاب جون وبلال جاب جون وانا جبت الجون الثالث برضو شوطه كالعاده من بعيد. الماتش ده لو قلت لك احنا في الاتوبيس عملنا ايه واحنا رايحين الاستاد مش قادر اقول لك. وانا كنت انا بص بهدلت الدنيا هزار وضحك. نزلنا كسبنا ثلاثه وجبت جون عالمي. الضغط لو موجود في لعيبه كده متعوده. بتتكلم كمان شريف بتتكلم عشان الناس بس ما يختلفش عندها المفاهيم شويه. مش فاهم. انت بتتكلم في لعيب نادي اهلي يعني هو عارف هيفصل امتى وهيهزر امتى وياخد الموضوع جد امتى ويدخل في الماتش. لا احنا يعني اللي انا بقوله لك ده قبل المباراه. لكن انا مجرد نزلت الملعب خلاص الموضوع مختلف بقى. بعد سبع دقايق انا لكن انا قبل الماتش لما حبيت مره ان انا اعيش في الدور واركز تركيز تام واقعد كده وما اتكلمش وطول الطريق من الفندق للاستاد والله العظيم زي ما بقول لك يا ميدو والله اتغيرت بعد 17 دقيقه. ايه اللي خلاك تدخل في مود التركيز ده وحبيت انا حسيت اللي كله مركز فقلت ايه اعمل زيهم اقعد بقى اعمل زيهم بقى وفضلت عامل كده ومركز وعمال افكر وهعمل ايه وهعمل ايه. لا لقيت النقطه دي مهمه قوي يا ميدو. يمكن ايه انه بيتكلم في حاجه احنا دايما لعيبه الكوره ليهم بيبقى كل واحد ليه طقوس معينه قبل المباريات. تركب الباص خلاص كل واحد بيمسك في نوع في ناس بتمسك المصحف واحد يحط الهاند فري او الاوتيفر ساعتها كان واحد مثلا ممكن بيتفاعل بيكلم والدته بيكلم واحد بقى بيكلم مراته والدته واخواته بتاع وفي واحد ما بيتكلمش يحب يقعد ساكت خالص. كل واحد ليه طقوس معينه. انت ايه في دول؟ انا دايما لازم اكلم والدتي اكلم زوجتي. كان ليك فعلا طقوس؟ طبعا لازم اكلم والدتي واكلم اخواتي كلهم اتكلم معاهم. ورد القران لازم يتقري. كنا تقريبا معظم اللعيبه لازم تقرا ورد القران وهي داخله. طبعا ده طبيعي في الكوره كلها لازم الناس كلها تعمل. ليك طقوس معينه لازم تعملها ما بتتغيرش. انا كنت حاجتين بعملهم
اكلم والدتي عشان لازم تدعي لي قبل كل مباراه لازم، وكان ابويا الله يرحمه، واكلم مراتي، يعني دول الاساسي. وبعدين بقى ايه شويه هزار صغيرين كده وبتاع وانزل المباراه خلاص. ده بالنسبه لي كده. ده انا بصراحه عشت يعني لما كنا في انبي، انتوا عارفين كانت مجموعتنا برضو يعني كان فريق فريق يعني. وكنا مجموعه مع بعض وكنا برضو ملتزمين الحمد لله. لكن لما رحنا الاهلي رايح بقى لنجوم كبيره، ابو تريكه وائل جمعه وما شاء الله كل الفرقه نجوم، وفلافيو جلبرتو وإينو تتزوج انت دايما نسيت يا ميدو، انت نجم كبير يا إينو، انت ما ينفعش احطك فوق، انت اخويا الكبير خلاص كده. فروحت النادي الاهلي بنجومه دي لقيت فعلا حد في كله في منتهى الالتزام، كل واحد ليه ورد في القران او ايا كان هو مع ربنا ازاي بتاعته، بس في التزام. ابو تريكه هو الجمعه تروح تلاقي ماسكين مصاحف الصبح اول ما تدخل، انتوا جيتوا امتى يا جماعه ولا ماسكين مصاحف امتى؟ لا بصراحه كانت حاجه مختلفه جدا. وفعلا تحس ان في حاجه النادي الاهلي الجيل ده مش هتعوض تاني خالص. يعني مع احترامي لكل الناس الموجوده كلهم لعيبه كبار وكلهم نجوم، بس يعني عارف تحس ان الفرقه دي مش هتعوض تاني. انا الواحد كان حزين ان الفتره دي يا شريف احنا قلنا قبل ما رحناش كاس عالم حتى في منتخب مصر، الناس دي كانت لازم تروح قوي لكاس عالم. لا لا اقول لك النادي الاهلي مع احترامي لكل الاجيال، النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها مش هيرجع تاني. لا ده مش هيرجع تاني. انا عندك كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده كابتن أيوة انا فاهم كانت فرقه تخد يا شريف. ايوه انا فاهم. انا بتكلم على الفتره دي انا طبعا دول نجوم كبار، انا بتكلم على الفتره دي. في ناس حتى دلوقتي تلاقيهم بيقارنوا مثلا ايه مثلا ابو تريكه بحسين الشحات، فاهم؟ لا بص يا اينو بس دي بتبقى مقارنه ظالمه يعني. انا مع هيظلموه حرام. لا حرام يعني ده حاجه وده حاجه ثانيه، ده حاجه وده حاجه، فاهم؟ الناس بقى والجمهور والجيل اللي طالع يقول لك ما احنا كان عندنا ده وده، بقارن مش عارف مين بمين، حرام. انا كده بظلم الاولاد الصغيرين اللي لسه طالع، فاهم؟ بص يا ميدو انت عندك الجيل ده بالذات، احنا خدنا بطولات في وقت معلش ولا كان في جمهور ولا كان في دوري طبعا بعد الاحداث اللي حصلت في الموسيقى والثوره، ومكانش في اي حاجه ولا موارد اينو ولا فلوس ولا جمهور ولا في دوري اصلا محلي حتى تقدر تقوم بيه الفريق بتاعك. ما كناش بنلعب ماتش ودي خلاص، وكان في وقتها برضو صدام صغير مع الجمهور لسوء تفاهم حصل في الوقت ده. الحمد لله احنا حققنا 2 افريقيا سوبر افريقيا، رحنا مرتين بطوله العالم للانديه في اليابان والحمد لله في المغرب. انت بتتكلم يا اينو وخدنا الكونفدريشن كاب والكونفدراليه كمان بعديها، فعلا اول بطوله تخش في تاريخ مصر، وانت كل ده ما تلعبش دوري ولا دوري ولا كاس ولا دوري ولا جمهور معلش يعني ولا ماده ولا حاجه خالص، بتلعب حاجه بحب بتلعب باسم الاهلي. ده عشان كده دايما انا بالذات لما باجي اتكلم بيقولوا انت انت ليه متعلق؟ قلت لهم متعلق بايه؟ ده في عاطفه رهيبه الحمد لله بيني وبين النادي الاهلي. انا عشت وقت حزن شديد قوي ووقت فرح في وقت الحزن، والفرح لما جه ده كان عشان خاطر ناس يعني. لما خدنا بطوله افريقيا كنا متوعدين كلنا ان احنا ناخدها عشان خاطر الشهداء. لما خدنا كاس سوبر مصري خدناه عشان الشهداء، خدنا سوبر افريقيا عشان خاطر الشهداء، رحنا اليابان الحمد لله يمكن حققنا مركز رابع. يا جماعه الكلام ده حقيقه فعلا، الكلام ده حقيقه مش كلام، والله العظيم حقيقه. تلاقي ناس كتير ما تعرفش الكلام ده، في ارتباط في عاطفه. عشان كده بتقول يا جماعه طب انت معلش يا شريف يعني برضو، قلت لهم لا انا عشت لحظات عمر ما حد عاشها الحمد لله، وحققت بطولات. انا فرحت وضحكت وعيطت وبكيت وطلعت دم جوه النادي ده. دي حقيقه. فازاي ما اتعلقش بده؟ دي حقيقه. لازم الناس تفهم يعني ايه الفرق ان انت تحب مكان وتخلص فيه وتحب كل حاجه فيه، لان النادي ده برضو ما سابلكش حاجه تخليك، النادي ده في كل وقت هو في ظهرك. فعلا فعلا. دايما بقول الجماهير اللي ما بتعيش في نادي الاهلي، اللي ما اتمرنش في نادي الاهلي، اللي ما خدش بطولات في نادي الاهلي، اللي ما دقش الحزن والفرحه في نادي الاهلي بيعشقوا نادي الاهلي. تخيل بقى اللي دخل جوه النادي الاهلي واتمرن ولعب وزي ما انت بتقول يا شريف شاف كل حاجه في نادي الاهلي، فاكيد طبعا هيكون من عشاق النادي الاهلي. الوقت بتاعنا بيجري بسرعه جدا يعني، احنا قدامنا خمس دقايق. واقف الساعه. يا ريت الساعه. بيبو ما بيوقفهاش. يا ريتها بتوقف فين والله. بيبو ما بيوقفهاش. انا مش عايز اتكلم، خلي بالك. انا ماشي. انت كل ده ما اتكلمتش؟ ما اتكلمتش. ربنا يستر علينا. لاسارتي ممكن يعمل مفاجآت في لقاءات قمه زي ما كان بيعمل مانويل جوزيه. كان دايما مانويل جوزيه بيحضر انا مفاجأة. بقول على دي. في مدربين كده بيحبوا يعملوا مفاجاه في مباريات القمه بالظبط. ممكن اينو؟ ممكن. انا طبعا احنا مش عارفين فكره ايه، بس هو اكيد طبعا الراجل داخل المباراه وعارف اهميتها ايه، وعارف الفرق نقطتين، وعارف ان انا لو كسبت هبقى انا اول الدوري وهعدي المنافس التقليدي بتاعي، فاكيد المباراه دي بالنسبه له عنق زجاجه. وهو شاف جمهور النادي الاهلي ايه في الماتشات اللي هي بجمهور، وشاف امكانيات الاهلي وعرف تاريخ الاهلي وعرف
المكانه اللي هو فيها، مع احترامي طبعا لكل الفرق اللي هو دربها، بس النادي الاهلي يعني حاجه مختلفه تماما لاي مدرب. حاجه تبقى كبيره جدا بالنسبه له لو خد الدوري، ده اللي مركز فيه. أكيد. حاجه تبقى كبيره جدا لو خد افريقيا، فهو اكيد من جواه مهما كان تاريخه او اسمه او الفرق اللي مسكها، لا عايز يحقق حاجه هنا في مصر. أكيد. عايز يحقق حاجه مع نادي القرن، وعارف ان النادي الاهلي ده نادي القرن، فاكيد كل الحاجات دي بتفرق معاه هو حتى بعد كده مستقبلا في السي في بتاعه، مهما كان اسمه وتاريخه كمدرب كبير. بس عارف اللي انا لما اخد بطوله مع النادي الاهلي اكيد الوضع هيبقى مختلف تماما. فماتش القمه بالنسبه له اكيد هو دلوقتي من النهارده اعتقد او من اسبوع فات اكيد هو بيحضر، وهعمل ايه، احضر العب فلان، العب فلان، احضر لهم مفاجاه معينه، طب اخليه مثلا على الدكه لو في لعيب ما في دماغه اخليه على الدكه معايا، انزله في وقت معين. فاكيد كل الاحداث دي بتدور في دماغه، فبتمنى له التوفيق طبعا ويعمل نتيجه ايجابيه. اكيد. عايز تقول حاجه انت في موضوع المفاجاه؟ لا، ما دايما الفرق مباريات القمه دي بالذات بيبقى فيه مدربين، ومستر مانويل جوزيه كان من النوع ده، لازم في مفاجاه، بيبقى دايما يحط لك حاجه من اتنين، بيلعب على نقطه مهمه قوي، دايما يحط لك لعيب بقاله كتير قوي بعيد ما بيلعبش، حاجه من اتنين، اللعيب ده اللي هي بيديله 100%، لو ما بيدالوش بيعمل ايه؟ يطلعه على طول، بيطلعه لو بعد خمس دقايق بالظبط، بياخده تاني مقعده جنب بعض. ففي مدربين بتحب تعمل دي. لاسارتي ما اعتقدش ان هو من النوعيه دي، لاسارتي اعتقد عقلاني قوي قوي قوي، هادي وذكي جدا، بيعرف يتعامل مع الناس كويس، وبعدين بيدي اللعيب اللي ما بيفرقش معاه مين في الملعب، اللي بيأدي بشكل كويس بيروح هو اللي بيديله، اللي بيبدا المباراه. انا تقريبا هيثبت بنفس التشكيله، اذا كان في حراسه المرمى ممكن، بس هو طبعا هيبقى الشناوي ان شاء الله، الحمد لله متعافى تماما ان شاء الله يعني. وهنا طبعا رجل سعد وايمن، دول انا دايما ما بحبش اتحرك من خط الظهر ده، انا لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه تفاهم بالزبط. وده لازم اللعيبه اللي هي بتلعب كتير لازم تلعب في خط الظهر ده، خلاص حفظوا بعض بقى، لا لازم كمان ما ينفعش اغير فيهم خالص. بقى عندنا طبعا هيبقى محمد هاني لظروف وعلي معلول، اه طبعا، وعندنا هيعتقد ان هو لو عاشور، عاشور متهيألي كانوا كاتبين ان هم بيجهزوه يعني، ما هو عاشور لو الناحيه الفنيه تمام، اصل انت عندك اثنين، هشام محمد عاشور، هشام لسه مصاب، فعاشور هو الاقرب، يبقى عاشور ومعاه الثنائيه. انا احب نص الملعب يبقى فيه اثنين في المباراه دي بالذات، يبقى فيه اثنين، وهيبقى قدامهم اعتقد ان شاء الله هيبقى ناصر ماهر هيلعب بثلاثه، هيلعب باربعه ثلاثه ثلاثه طبعا، هيبقى الاثنين على الطرفين اجاي، وهيبقى قدام طبعا مروان، وهيبقى رمضان صبحي. اعتقد ان في اريحيه دلوقتي في المباريات او ضغطه المباريات، في اريحيه بالنسبه للفرقتين، فاعتقد اللعيبه هتبقى نازله يعني الفورمه بتاعتها عاليه شويه. اكيد طبعا، غير ان هم متعطشين لقاء اهلي زمالك، غير التحديات اللي بتحيط بهذا اللقاء، غير الاسماء اللي جابها النادي الاهلي، وفي ناس اتكلمت زي ما احنا قلنا في الاول، رمضان فلوس مش عارف ايه. اعتقد ان مين تاني، حسين الشحات، اعتقد اللعيبه دي جواها دوافع عينه ممكن تخرجها بطريقه ايجابيه جدا في لقاء القادم. بص، رقم واحد زي ما انت بتقول، اللي لو كان الفتره اللي فاتت دي ضغط المباريات كل ثلاث ايام او كل اربع ايام مباراه كنت هتلاقي فيه اجهاد، لا دلوقتي فيه ارتياحيه كبيره جدا، وعشان المنتخب شغال وكده، فاعتقد فريق الزمالك استعد كويس وعنده الفتره الكافيه اللي هو يستعد كويس، نفس الحكايه فريق الاهلي عنده الفتره الكافيه اللي هو يستعد كويس، ده رقم واحد. النقطه الثانيه، فاعتقد اللي مش هيبقى فيه اجهاد ولا فيه حاجه. النقطة الثانية زي ما أنت بتتكلم، اللي كل لعيب من اللعيبة دي هو حاطط في دماغه اللي الجمهور بيتكلم سعر ومبالغ كبيرة، فأنا لازم دي أول مباراة ليا مثلا بعد ما جيت النادي، فلازم أعمل حاجة جامدة عشان أوري الناس، فأعتقد اللي كل الحاجات دي في الأذهان وفي دماغ اللعيبة، فكل واحد هيبقى عايز يطلع بشكل كويس بأفضل شكل ليه، ودي بتبقى حاجة للنادي وبتعمل حاجة ليك، عشان زي ما بقول لك مباراة القمة دي وشريف عارف انت دي اللي دايما بتفضل في الاذهان، زي ما شريف اتكلم برضو، يعني جون شريف ده طول ما هو ماشي الناس فاكراه بيه، انا طول ما انا ماشي الناس بتتكلم الجون اللي انت حاطه في الزمالك، فكل واحد من الناس دي لما بيحرز هدف في ماتش القمه اكيد ده اللي بيعلق في الاذهان. اكيد. وقتنا خلص يا شيكو. انا سعداء جدا اميدو بوجودي معاك النهارده وفي قناتنا العظيمه قناه النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله ان شاء الله نحقق البطوله اللي جايه دي وتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي ان شاء الله. انا سعيد طبعا بوجود اينو معايا النهارده. اينو شفت اينو؟ معلش ما معايا على طول. احنا كل يوم مع بعض في الاوضه. شكرا جدا للنجمين الكبار معتز اينو وشريف عبد الفضيل. الحلقه عدت بسرعه جدا، اعتقد انها كانت حلقه جميله جدا بوجودكم، وشكرا للزميل عمر بنوبي، وشكرا لكل فريق الاعداد ومخرجنا الجميل بيبو، والاهلي دايما وهيفضل حياتنا. تصبحوا على الف خير.